صباح الهنا والرزق وسنة جديدة، ويا رب تبقى سنة كده حلوة علينا، ومش بس كل سنة واحنا طيبين، كل سنة واحنا ناجحين محققين اللي نفسنا فيه، يعني عاملين شوط كبير جدا في أحلامنا، كل سنة واحنا كده على الخير دائمين زي ما بيتقال، وكل سنة واحنا أنضج، وكل سنة واحنا كلنا خبرات في الحياة أفضل، وكل سنة وربنا يجمعنا بناس أحسن في حياتنا تخلينا إن احنا نتقدم على كل المستويات. يعني قصة بس طيبين دي عايزين نبعد عنها شوية. طبعا الطيبة شيء اساسي في التكوين بتاعنا، لكن مهم جدا ان الواحد كمان يبقى عنده طموح ويبقى ناجح ويبقى بيتعلم من سنه عن سنه، ويبقى كل سنه بتخلص بيبقى محقق على الارض حاجات او انتصارات او نجاحات او تقدم في حياته. مش محلك سر للاسف الشديد، الواحد لما بيثبت على حاجه ده بيعد مش نجاح ابدا ولا استقرار، ده بيعد فشل. بني ادم كل يوم لازم يتطور، كل يوم لازم يكتسب حاجه جديده، كل يوم لازم يحقق نجاح على الارض. ده اللي احنا بنتمناه على المستوى الشخصي، على مستوى كره القدم والنادي الأهلي أكيد كمان بنتمنى الأفضل. يمكن 2022 لم تكن السنة الأفضل كرويا، ربما مش بس على النادي الأهلي لكن على مستوى كمان دولي، فنتمنى 2023 تبقى سنة حلوة، ونرجع تاني كمان نشوف النادي الأهلي وعصر النادي الأهلي وعهد النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي اللي احنا كلنا اتربينا عليه، وقبل ما نتولد كمان أهالينا وغيره، هو ده النادي الأهلي اللي احنا الروح الكيان اللعب التاكتيك النتائج الانتصارات اللي احنا نعرفه. نتمنى ان شاء الله هذه السنه يبقى وشها حلو علينا بالرغم من الصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي في 2022 بما تحمله بقى من تفاصيل مش هنتكلم عنها، لكن هي في المجمل كانت سنه يعني صعبه شويه. على كل حال النهارده هكون مع حضراتكم، الاسبوع ده كمان هكون مع حضراتكم لوحدي، كريم هيرجع مره ثانيه باذن الله من الاسبوع القادم. خلينا بقى نبدا كده مع حضراتكم برضو ونقول او ننوه مين اللي هيكون معانا. هيكون معانا فقره اولى كابتن فتحي نصير، هو نجم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر السابق، وايضا محاضر يعني بالاتحادين الدولي والافريقي، قيمه كبيره جدا وقامه كبيره، وهنتكلم بقى في تفاصيل كتيره. والنهارده عندنا مباراه كمان بيراميدز، اعتقد فيها بعض الكلام اللي لازم نقوله، في كده كلام اوقات لازم يتقال، فاحنا هنتكلم في ده لان احنا ما عندناش رفاهيه هنا خساره اي نقاط، احنا لازم نخرج ان شاء الله من الماتش النهارده بالثلاث نقاط بتوعنا. وطبعا في صعوبات وفي كلام وتفاصيل كتيره يعني مش عايز اتكلم دلوقتي، بس هنناقشها على مدار الحلقه. الفقره الثانيه هتكون فقره طبيه، وهينورنا فيها الدكتور علاء الدين احمد، وهيبقى ملف صحي مختلف واكيد يهم حضراتكم، وكده كده برضو بنتواصل من خلال السوشيال ميديا ومن خلال صفحه يعني 10 الصبح في الأهلي وكمان صفحة قناة الأهلي، لو حد عنده أي استفسار من دلوقتي يبعت لنا. على كل حال هبدأ بقى الكلام على طول، وفكرة هنا تاني إن احنا داخلين على سنة جديدة. يمكن الواحد دايما في بداية دايما البدايات بيبقى فيها تفاؤل، بيبقى فيها كده إصرار إن أنت تحقق حاجة ما قدرتش تحققها في السنة اللي فاتت، فبيبقى فيه تفاؤل. فإحنا عايزين ندخل بهذه الروح، وكل إنسان تاني هرجع أقول عنده خطة للسنة الجديدة يبتدي يفكر فيها، ويبتدي يفكر كمان هيعمل ده إزاي. يعني مش قصة بس الواحد يتمنى، حلو قوي إن احنا نتمنى، لكن أتمنى وأفضل قاعد في مكاني يبقى مفيش أي حاجة، أتمنى وأنا أكرر أخطاء السنة اللي فاتت يبقى مفيش أي حاجة. لازم الواحد يتعلم من الدروس، لازم الواحد يشوف الخطوات اللي جاية كمان بتحمل ليه إيه، ولازم الواحد يبقى عنده دايما إصرار. تاني الإصرار، يمكن ده هياخدنا الخبر معانا لاحق يعني، بس أنا ممكن أذكره سريعا أو أدي مثال سريع كده عليه. فكرة هنا البني آدم اللي هو بيبقى قادر باختلاف، طبعا حضراتكم حضرتوا الحفلة الجميلة اللي هي السنوية، طبعا قادرون باختلاف قد إيه الناس دي، وأنا كان ليا طبعا الفخر إن أنا كنت ضمن الإعلاميين اللي قدموا هذه الحفلة، ومش بس عشان قدمنا الحفلة كمان قدام الرئيس وده أكيد شرف كبير، لكن كمان إن إحنا قضينا تقريبا 10 أيام كل يوم مع الأشخاص دول أو مع الفئة دي أو مع الأطفال دي اللي هي قادرون باختلاف، اللي أنت بتشوف كل واحد بيعافر في الدنيا من جهة ما، لكن على الأرض هو عنده إصرار أن هو ينجح. وفعلا منهم على فكرة بالمناسبة أبطال في رياضات مختلفة، يعني حضراتكم بجد كنتوا جيتوا قعدتوا معهم العشر أيام دول، إحنا قعدنا معهم 10 أيام صبح وليل، يعني إحنا بالبروفات وغيره، فإحنا على طول مع بعض تقعد تتكلم معاهم قد إيه في طيبة، قد إيه في إصرار أن هم ينجحوا، وفي أمل. أهم حاجة الأمل، بني آدم ما عندوش أمل بني آدم ده زي ما اتقال عليه ميت، فدايما يقول لك كده في الأمل حياة، الناس دي فعلا كانت ادتنا حياة، عشان كده بنقول خلينا ندخل السنة الجديدة بالأمل، خلينا ندخل السنة الجديدة وإحنا عندنا الروح اللي هو أنا هعمل حاجة مختلفة علشاني، أنا عايز أنا بحب نفسي. على فكرة حب الذات ده حاجة مش وحشة أبدا، إنك تحب نفسك إنك عايزها بني آدم أحسن، إنك عايز تنجح دي مش حاجة أبدا حد يجي يقول لك أنت مغرور، قول له يا سيدي أنا مغرور بحب إن أنا أبقى ناجح، بحب إن أنا أبقى
بني ادم افضل كل سنه، انا مغرور ما عنديش مشكله، لكن اللي حضراتكم شايفينهم دول، وتاني هرجع اقول هنتكلم بالتفاصيل، حاجه بجد جميله. فكره برضو اهتمام الدوله بيهم اعتقد دي حاجه رائعه، احنا ما كناش بنشوف عمرنا حاجات زي كده في السنوات اللي فاتت خالص، يعني بنتكلم عن كذا سنه فاتت قبل ما يبداوا ياخدوا الموضوع على محمل كده سنوي، يبقى في اهتمام وقوانين بتوضع والمجتمع نظرته للناس دي كمان تختلف. زمان كانت الناس بتخبي عيالها، كان كل واحد عنده مشكله ابنه كان يخبيه في حته، يقول لك انا خايف عليه، انا خايف الناس تتنمر عليه، انا خايف العيال في المدرسه يضايقوه، ما بقاش فيه الكلام ده ابدا. حضراتكم بجد هنتكلم تاني بكل الصور وهنقل لكم المشاهد على مدار الحلقه، بس اللي انتم شايفينه ده هو ده الواقع اللي بيحصل دلوقتي. فربنا يا رب يوفقهم ويوفق كل انسان عنده طموح السنه الجايه ان شاء الله والسنه دي، ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه. اهم حاجه تاني هرجع اقول الاصرار والامل، دي اهم حاجه. تعالوا بقى نروح كده لمشوار الدوري والاهلي وبيراميدز، وزي ما بنتكلم كده يا رب كده بدايه هذا العام، وده هيبان يعني من خلال المباراه ان شاء الله النهارده، بس يا رب بدايه هذا العام تبقى مختلفه، تبقى زي ما بيتقال كده العهد اللي احنا نعرفه على النادي الاهلي. النهارده الساعه 7 طبعا اللقاء المهم جدا بين الاهلي وبيراميدز هيكون على استاد القاهره، وده ضمن منافسات الجوله يعني ال 11 لبطوله الدوري الممتاز. طيب الاهلي من ناحيته اللي هنتكلم عننا شويه، احنا بدانا اوريدي الاستعداد لمباراة بيراميدز من يوم الخميس، كمان احنا لعبنا يوم السبت مباراة ودية لو حضراتكم تابعين على ملعب التتش، كان امام منتخب غانا ده للمحليين، كان بمشاركة مجموعة من اللاعبين الشباب، حاجة كانت برضو محترمة جدا. طيب من ناحية بقى الثقة، احنا اعتقد كلنا ثقة بإذن الله النهاردة الاهلي يواصل سلسلة الانتصارات بعد مباراة سيراميكا كليوباترا اللي انتهت بالتعادل، اللي الناس كانت زعلانة برضو، وانا ليه بتعادل مع سيراميكا كليوباترا؟ وانا ليه مش عارف احقق نجاح من الدقايق الاولى يا جماعة في الماتشات بتاعتي، خصوصا لما بلعب مع فرق طبعا لها كل الاحترام، بس يعني الفروقات الفنية واضحة، ترتيب الجدول واضح، ليه أنا مش بحقق الانتصارات وفي الدقايق الأولى؟ ليه مش بخلص الماتش بدري؟ ليه بقعد لغاية آخر لحظة أعصابي مشدودة وبتعادل مع فرق أنا كنت زمان بكسبها؟ يعني ده كله اتقال، لكن خلينا نقول لحضراتكم مشوار الاهلي في المباريات اللي فاتت برضو عشان نبقى مستوعبين لحد دلوقتي احنا حققنا ايه. احنا لعبنا 10 مباريات، جمعنا فيهم 24 نقطه، فزنا فيهم في 7 مباريات، ده كان على حساب كل من هنا عندك الاسماعيلي، اسوان، الداخليه، طلائع الجيش، اتحاد السكندري، غازي المحله وفاركو، تعادلنا في 3 مباريات امام كل من فيوتشر وسموحه وسيراميكا، والحمد لله. لو انت هتتكلم كده انت راضي ولا لا؟ انا راضي. ليه؟ لان مفيش خساره سجلت لحد دلوقتي. الأجل الأهلي عفوا سجل 12 هدف واستقبل شباكه 5 أهداف في الدوري، ده كده المشوار حتى هذه اللحظة، احنا عملنا كده زي سامري للي حصل لحد دلوقتي. فبإذن الله نرجع لطريق الانتصارات اللي أنا كنت بتكلم حضراتكم عليها، والنهاردة هتبقى بداية موفقة. دايما كده البداية لما بتبقى برضو حلوة بتفرق بشكل كبير حتى ولو نفسيا، فإن شاء الله ده يحصل. هنروح بقى الخبر تاني وهو حديث الساعة زي ما بتقال، وموضوع كريستيانو رونالدو اللي كان البعض شاف ان هو كانت الخبر ده صدمه للناس اللي بتحبه في مختلف طبعا انحاء العالم، لان فكره هنا انضمام كريستيانو رونالدو، هنا بنتكلم خلاص بشكل رسمي لصفوف نادي النصر السعودي في صفقه انتقال كمان، خليني اقول لحضراتكم حر بعد فسخ عقده بالتراضي، تاني هنرجع نقول بالتراضي مع مانشستر يونايتد عشان اتقال فيها كلام كتير جدا، يعني هو كان عنده الرغبه والنادي في نفس الوقت ما كانش عنده رغبه في استمراريه كريستيانو ابدا. بعد كده سلسله بقى الانتقالات اللي هو مر بيها قبل ظهوره كمان، عندك في سبورتنج لشبونه وصولا لمانشستر يونايتد، ده كانت في الولايه الثانيه طبعا، كانت مقابل مبالغ كمان ماليه كبيره جدا. يعني خلينا كده نعدي برضو على النوادي ونعدي على الارقام شويه. كريستيانو بدا مسيرته في سبورتنج لشبونه، ده اللي انتقل ل بعد كده مانشستر يونايتد، ده كان موسم 2003 و2004، كان مقابل كام بقى؟ 19 مليون يورو. بعد كده رحل من اليونايتد 2009 2010 اللي هي ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو. بعد كده غادر رونالدو لنادي ريال مدريد في موسم 2018 و19، بعد كده اليوفنتوس الايطالي كان مقابل 117 مليون يورو. يعني النوادي بتختلف والقيمه
بتاعته كمان السوقيه بتختلف بشكل ملحوظ بشكل كبير جدا. بعد كده راجع عليه مانشستر يونايتد في الولايه زي ما اتقال الثانيه 2021 2022 كانت مقابل 17 مليون يورو. وبعد كده طبعا الاحداث اللي حصلت والخلافات اللي حصلت مع تان هيج وغيره، وتم فسخ العقد هنا بالتراضي عشان بعد كده يروح للنصر السعودي في صفقه يعني او صفقه انتقال حر، ويعني زي ما بيتقال كده ورقم كبير يعني رقم كبير، ومفروض ان هو هينتقل ليها لمده موسمين ونصف مع المنتخب السعودي. طيب مقابل كام الرقم الكبير اللي انا بتكلم عليه ده؟ 200 مليون يورو سنويا. معلش انا بضحك لان الرقم كبير، الرقم يعني رقم تقيل جدا، رقم تقيل جدا. وفي نفس الوقت الناس اللي هي زعلانه فكرة انتقال كريستيانو رونالدو ليه يعني دوري مختلف تماما، وفكرة برضو ان انت بتتكلم عن هو ايه اللي بيوديه النصر السعودي، هل ده اضافة ليه ولا ده مش اضافة ليه، هل ده جيد لتاريخه ولا مش جيد لتاريخه. لا، ناس تقول لك على فكرة دي حاجة صفقة رائعة جدا وصفقة زي ما بتقال وين وين سيتويشن للنادي النصر السعودي ولكريستيانو رونالدو لحكم السن كمان وحكم ان هو صفقة مالية كبيرة جدا ما كانش حالقها وهو اكشلي ما لقاهاش في اي مكان تاني، فبالنسبة له ده هنا وين سيتويشن. وفي نفس الوقت للنادي النصر السعودي والدوري السعودي اكيد ده ممكن يكون اضافة يعمل شكل اكبر كمان يعمل اختلاف في الدوري السعودي. فدي او دي الاراء دلوقتي اللي على الساحة. خلينا بقى نروح للسعودية تحديدا ونعرف من السعودية مباشرة ايه اللي بيتقال، الصفقة دي ازاي ممكن تكون لصالح كمان الدوري السعودي والنصر السعودي. خلينا ناخد على التليفون الأستاذ الصحفي أدهم الشرقاوي الناقد الرياضي. يعني صباح الخير يا أستاذ أدهم، طبعا في البداية وبرحب بحضرتك أكيد من السعودية. صباح النور أستاذ نهوان، أهلا بيكي وأهلا بكل السادة المشاهدين وسعيد بالتواجد مع حضرتك. وإحنا كمان، ويعني هقول مبروك هذه الصفقة، صفقة عالمية، صفقة العالم كله بيتحدث عنها، لكن زي ما حضرتك أكيد متابع دلوقتي على الساحة في من هم من عشاق كريستيانو اللي شايفينها خطوة رائعة جدا وفي ناس اللي هي شايفاها خطوة ليست الأفضل. خلينا نعرف من حضرتك رؤيتك لهذا التعاقد، ليه الجانب السعودي إزاي ممكن يكون إضافة وكمان ازاي ممكن يكون اضافه لكريستيانو رونالدو؟ اتفضل يا فندم. بالفعل هي صفقه عالميه وهي الصفقه الاهم في تاريخ كره القدم السعوديه في التاريخ، كانت دائما البوصله نحو النجوم العالميين بعد انتهاء مشوارهم الاوروبي تكون نحو الدوري الامريكي او الدوري الصيني، لكن هذه المره السعوديه جاءت بكريستيانو رونالدو واحد من افضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العالم. بالزبط. الدليل على أهمية وقيمة الصفقة أن بعد طرح قمصان كريستيانو رونالدو في المتجر الرسمي لنادي النصر سواء في الرياض أو حتى في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تم بيع في 48 ساعة فقط منذ إعلان الصفقة 500 ألف قميص لكريستيانو رونالدو. سعر القميص الواحد تقريبا 120 دولار امريكي. نادي النصر سيطرح 1,500,000 قميص اخر ليصل بيع عدد قمصان كريستيانو رونالدو الى 2 مليون قميص. سيدخل نادي النصر خزينته اكثر من 65 مليون دولار من بيع قميص اللاعب فقط. اللاعب سيحصل على 166 مليون يورو سنويا في عقد سيمتد لمدة عامين ونصف مع نادي النصر. طبعا فرصة استثمارية كبيرة وجود رونالدو في الدوري السعودي لأنه هيفتح بابا جديدا لوجود عدد من النجوم المميزين والأسماء الكبيرة في العالم خلال الفترة القادمة. كنا نشاهد خلال الفترة الماضية وجود جوارديولا بعد نهاية مسيرته مع برشلونة مع الأهلي القطري، ثم تشافي مع السد القطري، ثم باتيستوتا من قبلهم مع العرب القطري وبعض الأسماء الكبيرة، لكن هذه المرة أعتقد أن بوصلة النجوم ستكون في اتجاه السعودية، والدليل على ذلك أن هناك عدد من الأندية السعودية تفاوض بعض الأسماء العالمية الجديدة، فوجود رونالدو سيفتح بابا لهذه الأسماء للتواجد في الدوري السعودي على غرار مودريتش اللي قدمت له عدد من الأندية السعودية منها النصر والاتحاد عرضا للتواجد في الصيف القادم،
حتى نقوله كان في نجم نادي تشيلسي الانجليزي، وكذلك بعض الاسماء مثلا راموس اصبح قريبا جدا من مزامله كريستيانو رونالدو في نادي النصر في الصيف المقبل بعد نهايه عقده مع باريس سان جيرمان، وبالتالي هي فرصه استثماريه مهمه لكره القدم السعوديه. وبخصوص رونالدو سيصل اليوم الى الرياض في 10 مساء بتوقيت القاهرة في طائرة خاصة، وصف تجديدات أمنية كبيرة لمنع الجماهير من الحضور إلى المطار فيما سيكون غدا الثلاثاء موعدا للحفل الكبير الذي سيقدم من خلاله رونالدو في ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر، وستكون مواجهة النصر أمام الاتفاق في 21 من الشهر الجاري، وهو نفس موعد مباراة القمة في مصر بين الأهلي والزمالك، ستكون أول مواجهة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر الرسمي. حلو جدا. طيب أنا هروح مع حضرتك لأسئلة سريعا برضو، هل في شرط في العقد، فكرة هنا انتقال كريستيانو لنادي نيوكاسل ده في حالة مشاركته في دوري أبطال أوروبا؟ لا، غير صحيح على الإطلاق. الشرط الوحيد في العقد أنه لمدة موسمين ونصف مع نادي النصر، بعد نهاية الموسمين ونصف سيكون كريستيانو رونالدو كثيرا للملف المصري السعودي اليوناني المشترك للتقديم لتنظيم بطولة كأس العالم 2030 القادمة. هذا هو فقط الموجود، لكن كل ما يصار على ان كريستيانو رونالدو سيلعب مع فريق نيوكاسل الانجليزي في حال تأهله لعدة بطولات غير صحيح على الإطلاق. اساسا بدايه التفاوض من كريستيانو رونالدو كان مع نادي الهلال، لكن نظرا لايقاف نادي الهلال عن القيد لفترتين متتاليتين استغل الامر نادي النصر ونجح في اقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتوقيع معه، خاصة ان نادي الهلال سيلعب في كأس العالم للأندية ويشارك ايضا في دوري ابطال اسيا في النسخة الحالية. طيب استاذ ادهم، خليني اروح مع حضرتك لنقطة برضو وده مطروح على السوشيال ميديا تحديدا، يعني فكرة هنا طبعا كريستيانو رونالدو نجم وتاريخ وحاجة يعني ظاهرة زي ما بيتقال، لكن حكم السن زي ما حضرتك وكلنا عارفين بيفرق جدا مع يعني اللعيبه، حتى ان كانت لعيبه عالميه زي كريستيانو رونالدو. احنا بنتكلم دلوقتي تقريبا داخل في 38 عام، ليس هو كريستيانو مثلا صاحب العمر 25 عام، فهل مثلا ممكن تكون دي الى حد ما مخاطره من جانب نادي النصر السعودي بهذا الرقم الضخم وهذا زي ما بيتقال كده او هذه الصفقه الضخمه، بنتكلم تقريبا داخله في 200 مليون، فهل في ثقه تامه ان كريستيانو رونالدو على الصعيد بقى انا هنا اتكلم لمصلحه النادي النصر السعودي والدوري السعودي انه هيقدم المرجو منه؟ يعني هل في اطمئنان من هذه الناحيه؟ اعتقد ان كريستيانو رونالدو يستطيع تقديم مستويات فنيه على الاقل لمدة عامين مع فريق النصر، حتى شاهدنا ذلك في كأس العالم الماضية. مستويات الدوري السعودي ليست مستويات الدوري الإنجليزي، أكيد تقديم لكريستيانو رونالدو للمستوى أو الجهد البدني والفني في الدوري السعودي لن يكون مثلا هو المطلوب منه عند حضوره لمانشستر يونايتد او حتى تواجده. صحيح، بس هو فكره استاذ ادم عفوا هنا فكره اللاعب الاوحد برضه صعبة، يعني بمعنى أنا ممكن أجيب لاعب عالمي زي محمد صلاح زي كريستيانو زي ميسي بس أحطه برضه مش مع المستويات الفنية اللي هو واخد عليها، ربما ده يؤثر أيضا بالسلب على أدائه. يعني أنا بروح مع حضرتك للسيناريوهات كلها، اتفضل. فريق النصر يملك مجموعة من اللاعبين المميزين جدا 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 ومتصدر جدول الترتيب العام للدوري السعودي بعد نهاية عام 2022، أسماء مثل ديزنتا مبكر سيلعب بجوار رونالدو في خط الهجوم، اللي سجل هدف للمنتخب الكاميروني في مرمى المنتخب البرازيلي في كأس العالم الماضية، أندرسون تاليسكا واحد من أهم الصفقات في كرة القدم السعودية كلاعب صانع ألعاب قادما من الدوري الصيني مقابل 14 مليون يورو، كذلك بيتي مارتينيز بطل بطولة أمريكا الجنوبية مع ليفر بليت الأرجنتيني في العام قبل الماضي،
فاعتقد وجود هذه الاسماء حتى لويس جوستافو نجم بايرن ميونخ سيكون موجود في وسط الملعب، فوجود بعض الاسماء الكبيره ستسهل على رونالدو التواجد بشكل كبير في فريق النصر وظهوره بالشكل الملائم. كذلك رونالدو من اللعيبه يعني ميسي يمتلك المهاره ويمتلك يعني كرة القدم الحقيقية، وكريستيانو رونالدو كان يمتلك دائما الجزئية البدنية والقوة البدنية والتهديف أمام المرمى، فأعتقد هذه النقطة ستفيد كريستيانو رونالدو خاصة مع البرنامج التأهيلي الموضوع له من فريق النصر، وهو أكد أنه جاهز للمشاركة في المباريات بشكل عادي جدا. الان حتى النادي النصر طرح تذاكر باسعار عاليه للمباريات القادمه وتم نفاذها بالكامل بدايه من لقاء الطائي يوم الخميس الموقع. كويس جدا. هو يعني متوقع زي حضرتك بتقول، لو احنا من دلوقتي تقريبا فريق النصر عامل 65 مليون علشان التيشيرتات فقط، فاعتقد دي صفقه ناجحه جدا من ناحيه طبعا الماليه. اكيد السؤال بقى هختم مع حضرتك فيه، وده اكيد برضو حضرتك قريت عنه، يعني الناس كلها بقى جايه بتتكلم عن فكره كريستيانو انتقاله مع عائلته، والناس مش عارفه هل جورجينا هتسافر معاه، هتعيش في السعوديه. خلينا نعرف منك برضو، هل في اخبار عن فكره هنا يعني ان اسرته هتلازمه وهتكون معاه في السعوديه في الفتره دي ولا لا؟ خلينا نعرف من حضرتك. بالفعل اليوم سيصل كريستيانو رونالدو رفقه عائلته ومجموعه من المستشارين الاعلاميين والقانونيين الى الرياض، ومباشره تعيش معه طبعا زوجته او صديقته كما يحب ان يقول، وكذلك اطفاله في العاصمة السعودية الرياض، وتم تجهيز قصر لكريستيانو رونالدو في منطقة المحمدية والنخيل، ودي من المناطق الراقية جدا في الرياض، وهذا المكان سيكون فيه يعني كافة التسهيلات، يعني القصر في منطقة الرياض في كل التسهيلات، تواجد فيه 8 غرف نوم، لوبي مع شلال، مناطق خضراء واسعة، مسبح بحجم أولمبي، زائد 3 فيلات إضافية لاستقبال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وبدء مشواره الجديد مع نادي النصر اللي زاد عدد متابعيه لأكثر من 6 مليون متابع في أقل من 48 ساعة منذ إعلان الصفقة في منصة انستجرام وكافة المنصات الأخرى. رائع جدا، نتمنى الافضل على الصعيد السعودي طبعا ولكريستيانو رونالدو. بشكرك جدا، وهنتابع اكيد اللي هيحصل الفترات اللي جايه. شكرا ليك جدا الاستاذ الصحفي ادهم الشرقاوي من السعوديه مباشره. شكرا ليك يا فندم. اعتقد كده لمينا كل الجوانب، يعني لان الكلام فيها كتير جدا، والصفقه دي تحديدا زي ما كنت بقول لحضراتكم، ناس كتيره مع وناس كتيره ضد، ناس كتير بتقول مش ده الافضل لكريستيانو في نهايه مشواره الكروي، ناس كتير بتقول لك يعني ايه ليس الافضل، بالعكس دي هتكون النهايه الافضل ليه جدا. وزي ما استاذ ادهم وضح نقاط كتيره جدا، هي في الاول وفي الاخر وين وين سيتويشن، الجانب السعودي اكيد يعني هيخرج باستفاده كبيره جدا، وعلى الجانب الاخر كريستيانو رونالدو اعتقد ان هو لديه الفرصة لإثبات بقى يعني إن هو ما زال الأفضل. البعض كان بيشكك في الفترة اللي فاتت والأحداث اللي حصلت وفكرة عدم مشاركته بشكل أساسي في بعض المباريات الخاصة في كأس العالم، أعتقد دي الفرصة إن هو ينهي مسيرته كمان بانتصارات. فنتمنى الأفضل لكريستيانو أكيد وللنصر السعودي، بس هي خطوة حلوة وخطوة جديدة، وفعلا تاريخ بيكتب من لأول مرة، مش من جديد، لأول مرة فكرة هنا الدوري السعودي و لاعب عالمي ورمز عالمي زي كريستيانو رونالدو. انا من الناس على فكره المتفائله، يعني انا طبعا من الناس اللي بتعشق كريستيانو، اكيد افضل بكتير من ميسي، افضل بكتير من لعيبه اخرى، فانا متفائله واتمنى الافضل واتمنى انهاء هذه الاسطوره لمسيرتها بشكل يليق بيها، لان النهايه دي مع مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظه لم تكن الافضل تماما في تاريخ كريستيانو رونالدو. الواحد يزعل او يحزن على النهايه اللي وصل ليها او الوضع اللي وصل ليه حاليا كريستيانو رونالدو، او على راي زميله اعلاميه تقول لك سي ار 7 دايما. خلينا نروح بقى للحاجات الحلوه واللي بتفرحنا، وهرجع تاني لموضوع قادرون باختلاف، وهنعرض لحضراتكم اكيد بعض المشاهد الموجوده، بس خليني تاني اروح
لان كان فيه اهتمام كبير جدا كمان من القياده السياسيه وسياده الرئيس. هو كان حريص وبيحرص كل سنه على فكره ان هو يحضر يعني قادرون باختلاف ودعم هنا ذوي الهمم تحقيق امنياتهم. كمان بقى الشق الحلو جدا ان كل سنه لما تيجي تشوف قادرون باختلاف وطبعا الابطال الجمال اللي بيبقوا قاعدين وبيتكلموا مع سياده الرئيس مباشره في الحفله على الهواء هتلاقي كل سنه حد منهم بيتكلم ان هو نفسه ان هو ينضم للنادي الاهلي. حصلت السنه اللي فاتت وحصلت السنه دي. ويعني عايزه اقول لحضراتكم برضو لاعب جميل وبطل عندنا جميل جدا كان بيتحدث في الفقره اللي هي اسال الرئيس اللي كانت مع الزميل الاعلامي يعني ابراهيم فايق. كان بيسال وفيها او بيسال او بيطلب من الرئيس طبعا اللاعب محمود احمد وبطل العالم في القوه وكمان في كانت الطفله تاليا اللي هي تاليا محمد اللي ابدوا رغبتهم امام الرئيس في فكره الانضمام للنادي الاهلي. وعايزه اقول لحضراتكم بالفعل استقبلهم كابتن محمود الخطيب وكانوا ضيوف قناه كمان الاهلي امبارح كانوا موجودين هنا مع زملائنا والحلم اتحقق زي ما بيتقال يعني حلمهم اتحقق. وجميل ان انت تلاقي او تسمع ان في ابطال نفسهم وفي شباب جميل زي اللي احنا شايفينهم دول نفسهم ان هم ينضموا لهذا الكيان الكبير. كيان كبير جدا. تاني هرجع اقول لحضراتكم انا في كتير بنواجه ناس او بنقابل ناس بيبقوا بينتموا لانديه اخرى، هم بيشجعوا انديه اخرى. لكن لما بيجوا يحبوا اولادهم ينضموا لناشئين بيدوروا على ناشئي او ناشئين النادي الاهلي. فده ليه مدلول كبير، ليه رسائل كتيره جدا. فمشهد كان حلو ونتمنى ليهم التوفيق يا رب ان شاء الله. وطبعا كالعاده كابتن محمود الخطيب ما بيتاخرش ابدا زي ما حضراتكم شايفين. مجرد لما الابطال بتوعنا دول ابدوا رغبتهم في الانضمام للنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اصدروا بيان في نفس اليوم وقال لهم زي ما بيتقال كده بمعناه يعني حلمكم اعتبروه ان هو اتحقق. فاعتقد ده كلام مهم جدا. وبمناسبه كمان الكلام عن ذوي الهمم النادي الاهلي عايز اقول لحضراتكم بيحرص منذ اكثر تقريبا من 5 سنوات على تنفيذ الاهداف الاستراتيجيه ورؤية كمان 2030 فيما يتعلق هنا بملف تحديدا ذوي الهمم. يعني النادي فيه عندك جهاز رياضي متكامل لاصحاب الهمم كمان بيهتم جدا بتنظيم حفل سنوي في دار الاوبرا لذوي الهمم. فانت بتتكلم انت بتدعمهم فنيا وبتدعمهم كمان نفسيا. فاعتقد حاجه محترمه جدا. طيب عايزين بقى نروح للاهلي ونروح لبعض الأخبار السريعة كده لأن احنا ما ينفعش برضو نختم 2022 وما نتكلمش عن برضو بعض الإنجازات وبعض الحاجات اللي فرحتنا. فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي يعني توج بلقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على فريق عالي البحريني ده في المنافسات. أعتقد حاجة محترمة جدا، احنا سعداء جدا بالنتائج المميزة للفريق وفكرة هنا حسم لقب البطولة ودي بتعتبر أو بتعبر عن ثقتنا في أبناء النادي وإن هم بيسعوا دايما لحصد الألقاب والوقوف كمان على المنصات ومنصات التتويج. نتمنى زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أن 2023 يتم فيها تتويج يعني جميع فرق النادي بجميع البطولات. احنا بنتكلم يعني مش بس أكيد كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم عندنا. أجواء بقى جميلة وبما أن احنا كنا امبارح برضو أجازة خلينا نروح نشوف كده العام الجديد إزاي استقبلوا النادي الأهلي في الفروع المختلفة. طبعا كان في حفلات بتقام وأعمال ترفيهية للأعضاء. هنروح كده سريعا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة نشوف إزاي الاحتفالات كانت هناك ونرجع نكمل. حلوة ان هم يعملوا الحاجات دي لصوت الاطفال يعرفهم بالاعياد بالمناسبات يعني برضو كان في العيد الصغير عملوه العيد الكبير برضو عملوه دي كانت حاجه كويسه جدا يعني هم فرحوا جدا الاطفال وحاجه احنا متعودين عليها من النادي الاهلي ان هم دايما بيفرحونا بفرحوا الاطفال بصراحه الاحتفال حلو قوي والديكوريشن كلها حلوه قوي لا ما شاء الله الحفله جميله بصراحه جميله جدا والاطفال كلهم مبسوطين بيها بصراحه يعني مجهود ملحوظ يعني بصراحه احتفال جميل قوي والاولاد مبسوطين كتير يعني
وبصراحة الاحتفالات اللي زي دي مهمة للأطفال، يعني لأن هم يحسوا إن هم الكريسماس ده بتاعهم، إحنا يعني كبرنا خلاص على الحاجات دي، لكن هم بالنسبة لهم بيفرحهم أكيد. الاحتفال حلو ومبسوطين بالأجواء دي، وكل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها بخير وسنة سعيدة على الكل. مبسوطة قوي إني احتفلت برأس السنة في النادي الأهلي وكان حلو جدا وعجبني الاحتفال. احتفال رائع بصراحه، جميل، كفايه انهم جمع الاطفال كلهم اصلا من خليمي فرحانين، دي كفايه قوي يعني. عجبتني جدا وكلها كانت جميله وكله كان عجبني قوي. الحفله كانت حلوه جدا ورقصت فيها وسقفت. الحفله حلوه قوي وانا عملت فيها حاجات جميله، عملت فيها مسابقات جميله. كانت حلوه قوي ولعبنا واتبسطنا وشكرا للنادي الاهلي. طيب ده كان الاجواء الاحتفال في فرع النادي الاهلي بالجزيره. خلينا نروح نشوف بقى فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد ونرجع برضه نكمل. طبعا الاداره التنفيذيه والمجلس الاداره كان مهتم جدا بالسنه دي وكل سنه طبعا، وبمناسبه راس السنه، وابتدينا دلوقتي في 3 ايفنتات اتعملوا. اول واحد كان امبارح، كان تبع لجنه الشباب بتاعه اللجان، وجت وكان في فرقه موجوده وفاير كان موجود برضو، ضربت وكان منظر حلو جدا والسادة الأعضاء اتبسطوا بيهم جدا، وده كان اهتمام طبعا من النادي واهتمام من إدارة النادي اللي هي تقدر نفسة الأعضاء. احنا بنحقق اللي احنا اتفقنا عليه وبنحقق الوعد اللي احنا قطعناه على أنفسنا، وطبعا بمساعدة مجلس إدارة النادي الأهلي تنفيذ الوعد للجماهير لأعضاء النادي. إيدام النهارده بتفتتح الفرع بتاعها في أهلي الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد، وإن شاء الله خلال 15 يوم فرع مدينة نصر، 15 يوم اللي بعديهم فرع الجزيرة. الفكرة كلها في تتابع الافتتاحات عشان أعضاء النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله كتير جدا، عشان بنسميها الأونبوردنج، إن احنا ندخل الأعضاء على الشبكة يتم بشكل سلس و بشكل ما يعملش اي ازعاج لا للاعضاء ولا لاداره النادي. الحمد لله ان الاعضاء مبسوطين جدا، هو ده كان هدف كابتن الخطيب، ان يبقى في حاجه بتتقدم فعلا للاعضاء، ما تبقاش الموضوع ان هو مجرد رعايه او دعايه وخلاص، لا، يبقى في خدمات فعليه للاعضاء علشان خاطر هو بيهتم بالاعضاء، وبعد كده كمان هيخرج ده للجماهير ان شاء الله. فالاعضاء مبسوطين جدا وفي اقبال الحمد لله كويس قوي النهارده على الخدمات المجانيه اللي بتتقدم، وكل الناس الحمد لله مبسوطين. احنا الايفنت حلو جدا، احنا اتبسطنا قوي قوي فيه يعني، والولاد اتبسطوا، مبسوطين جدا طبعا في النادي الاهلي يعني. الايفنت جميل جدا والجو جميل والاطفال مبسوطين جدا، ودي مش اول مره يعني، احنا في كل ايفنت او كل حدث بيحصل دايما النادي بيعمل حاجات زي كده وبيبسط الاطفال، والدنيا جميلة جدا والله يعني، الأطفال مبسوطين جدا. يوم صراحة حلو، حفلة حلوة وجو جميل وبيغير عن الأطفال، الأطفال بيجوا بيغيروا جو، لا كله حلو تمام الحمد لله. إيفنت كويس جدا، والفرع بصراحة الفترة الأخيرة ابتدى يعمل إيفنتات كلها يعني فيها انترتينمنت وفيها انجيجمنت للأعضاء، ودي حاجة كويسة جدا. والحقيقة لا، النهاردة اليوم جميل جدا وفي كذا فقرة، فدي حاجة ظريفة للأطفال إن هم يقدروا إن هم يشوفوا كذا حاجة مختلفة يعني. بصراحة مش وحش، واتبسطت وشايف اللي بعد شوية هيبقى مهرجان أحسن، والمكان بصراحة منظمينه كويس. قعدت مع أخويا ولعبنا مع بعض. حلوة حلوة قوي، هم اتبسطوا جدا، والبيبي شارك وكل الأغاني اللي هو كمان اللي بتاعت النيرسري اللي هم عارفينها، فلا الأغاني كانت لطيفة، وكمان كان في أنيميشن شو حلوة قوي، وإحنا لسه في النص، لسه إيفنت قعد لحد الساعة 7:30، ف مور تو جو ان شاء الله، ونبسط كلنا. ميرسي وميرسي الاهلي. رقصنا ولعبنا وكمان شفنا بابا نويل وشفنا ايس مان. رقصنا شويه وشفنا بابا نويل وشفنا ايس مان. كان يوم حلو، قعدت لعبنا ورقصنا.
طيب دي كانت أجواء الاحتفالات طبعا في فروع النادي المختلفة. زي ما حضراتكم شفتوا الناس مبسوطة، الناس بتحتفل كعيلة واحدة، الناس كلها موجودة. وكمان الحلو ان انت مش بتحتفل لسن معين، يعني الاحتفالات من اكبر سن الاصغر سن، ممكن ان هم لما يروحوا النادي كانوا انه ينبسطوا او يلاقوا حاجة يعملوها. وفي طبعا غير الفقرات اللي كنت بقول لحضراتكم بتقدم والاكتيفيتيز اللي بتتعمل للاعمار كلها. قبل بقى ما نسيب النادي الاهلي خليني برضو اروح مع حضراتكم سريعا، ناس كتيرة كانت عايزة تطمن على حالة طبعا اكرم توفيق، وفكره هنا كمان الاصابه للاسف الشديد اللي مر بيها يعني مصطفى شوبير مؤخرا. خليني اقول لحضراتكم زي ما احنا عارفين برضو وهاكد تاني ان مصطفى شوبير حصل له قطع في غضروف الركبه، لكن احنا هنا بنتكلم ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان اكد ان هو هيخضع لجراحه مفروض خلال الايام اللي جايه يعني، وهيغيب عن التدريبات الجماعيه لفتره هنا تقريبا من 3 ل 4 اسابيع. اكيد هنطمن حضراتكم لحظه بلحظه ايه الجديد مع مصطفى شوبير، ان شاء الله نطمن عليه كمان الفتره اللي جايه. وكنا برضو نرجع نقول تاني كل موسم نيجي نقول يا رب الموسم ده ما يحصلش يعني اصابات شديده، لكن للاسف يعني في اصابتين دلوقتي بنتكلم عليهم كمان لاكرم توفيق، عندنا اصابه اخرى طبعا في الرباط الصليبي. لكن الجديد هنا ان دكتور احمد ابو عبله بيقول ان العمليه كانت ناجحه، العمليه الجراحيه اللي خضع عليها يعني اللاعب اكرم توفيق كانت ناجحه، وطبعا بالنمسا برده، وان شاء الله ان هو يعود خلال ايام قليله جدا للقاهره. برده هنتابع حضراتكم بايه الجديد ونطمن حضراتكم على الفريق واللعيبه بتوعنا. طيب تابعنا درجات الحرارة وتحديدا في القاهرة بنتكلم 20-12، النهاردة عندنا ماتش الساعة 7، فيعتبر درجة الحرارة هتتراوح تقريبا من يعني 12 درجة مئوية، فطبعا برد هيعتبر بشكل كبير ان هو برد. فنتمنى ان شاء الله تاني على الصعيد الفني تكون مباراة قوية. وخليني اقول لحضراتكم كمان بمناسبة هنا حكم الساحة هيكون اسمه او هو حكم الساحة اسمه شيمون مارتشينياك، طبعا ده الحكم الدولي اللي حكم ما بين المباراة النهائية ما بين يعني فرنسا والأرجنتين، وطبعا حكم له قامة كبيرة جدا وقيمة كبيرة جدا، اعتقد اختيار اكثر من رائع، وبتهيألي ده يحسم اي جدل. هل ممكن يكون برضو حد يجي يقول لك اوكي كويس انك جبت لي محكم او يعني حكم دولي وحاجة كبيرة والسي في عظيم ويشهد له الجميع بان هو بروفيشنال ومحترف وغيره، هل ده معناه ان ممكن ما يحصلش اخطاء تحكيمية؟ وارد. تاني هنرجع نقول الأخطاء التحكيمية واردة في العالم كله، لكن انت بتقيسها ازاي؟ بتقيسها بنسبة معينة، بيبقى في نسبة مسموح بيها لا تتجاوز 10% الأخطاء التحكيمية المقبولة. لكن في بعض الأحيان اللي كان بيحصل عندنا حاجة يعني اعتقد حضراتكم فاهمين، فدي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. نتمنى الفتره اللي جايه ما يبقاش في هذه النسبه بشكل كبير مع قدوم مارك كلايتنبرغ او مايكل كلايتنبرغ كمان لاصلاح هذه المنظومه التحكيميه في مصر، اعتقد ان ممكن نشوف فرق كبير في الفتره اللي جايه. لكن بمناسبه مباراه كبيره ومهمه زي الاهلي وبيراميدز ان حكم له ثقل بهذا الشكل ان هو يحكم، اعتقد دي خطوه رائعه جدا. ان شاء الله نشوف مباراه على المستوى الفني رائع، على كمان يعني النادي الاهلي نشوف الروح عادت مره اخرى، نشوف خطط حلوه بتتلعب، نشوف فوز في الدقائق الاولى. ولو ان خليني اقول لحضراتكم برضو لو هنتكلم كده بشفافيه، انا من الناس اللي مش فارق معايا النهارده اللعب، انا فارق معايا النتيجه. يعني فعلا انا للاسف هطلع اقول كده مش فارق معايا اللعب على قد ما فارق معايا ان احنا نخرج بالثلاث نقاط بتوعنا. دي مباراة صعبة، مباراة فيها تنافسية شديدة، مباراة فيها قلق من دلوقتي احنا قلقانين، فهنتكلم في كل ده طبعا مع ضيفنا كابتن فتحي نصير. لكن خلينا نكون برضو واضحين، كل اللي احنا عايزينه النهاردة ان مفيش رفاهية ابدا تعادل او خسارة بإذن الله، يعني نتمنى ان احنا نخرج بالثلاث نقاط بتوعنا. نروح فاصل ونرجع نكمل محاضراتكم. صباح الهنا مره كمان على حضراتكم. وخلينا دلوقتي نروح نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين والفرق المختلفه، بتبقى اخبار طبعا حصريه كمان يعني الصبح بنبقى مجمعين اخر الاخبار الخاصه بالنادي وايه كمان الحصريات مع مراسلتنا هنا ابو القاسم موجوده دلوقتي في مقر نادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور، صباح الفل عليكي، ودينا بقى كده فكره عامه طبعا عن الاجواء عندك وكمان اخر الاخبار، اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وقبل ما أبدأ بقى أخبارنا النهاردة خليني أقول كل سنة وأنت طيبة بمناسبة طبعا السنة الجديدة وأول حلقة بقى في 10 الصبح في الأهلي في عام 2023. كل سنة وأنت بخير وكل سنة وإحنا كلنا يا رب ناجحين ومحققين كل اللي بنتمناه إن شاء الله يا هنا، اتفضلي.
ان شاء الله. خلوني بقى ابدا اخبارنا النهارده، والبدايه من الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيكون عنده مباراه امام فريق بيراميدز، المباراه هتكون الساعه 7 مساء ضمن منافسات الجوله ال11 من بطوله الدوري. يعني الفريق كان اختتم تدريباته واستعداداته لمباراه اليوم امس. خلوني اكلمكم عن المران. امبارح الفريق خاض فقره من الاحماء قبل انطلاق المران، بعد كده بقى قاموا بتنفيذ بعض الجمل الفنيه اللي ان شاء الله يحققوها وينفذوها في مباراه اليوم، ثم دخلوا في معسكر مغلق عشان بقى يدخلوا في اجواء مباراه اليوم. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلوني اقول لكم انه على هامش مباراه اليوم اللاعبين اللي خارج قائمه المباراه بيخوضوا مران صباحي. يعني التجمع كان الساعه 9:30 والمران بدا الساعه 10:30، ويعني هو طبعا شغال حتى الان. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا وان شاء الله يفوزوا في مباراه اليوم ويقتنصوا 3 نقاط في بطوله الدوري. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا بسيدات كره اليد اللي بيفوزوا امس على فريق الجزيره بنتيجه 32-19، ده ضمن منافسات بطوله الدوري. المباراه كانت بتقام هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، بالتحديد على صاله الامير عبد الله الفيصل. يعني سيدات كره اليد عملوا مباراه كبيره جدا، انهوا الشوط الاول بنتيجه 13-8، وقدروا بقى في الشوط الثاني يوسعوا فارق النقاط وينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 32-19. يعني سيدات كره اليد حتى الان ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري. فازوا كمان في مباراه يوم الجمعه على فريق هوليليدو بنتيجه 40-10. عندهم بقى مباراه القادمه هتكون يوم الجمعه القادم امام فريق ترسانة، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة ورجال الماسترز. رجال كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم لمباراة غدا، عندهم بكرة مباراة أمام فريق إيسترن كومباني ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني رجال الماسترز أنهوا الدور الأول من بطولة الدوري بالعلامة الكاملة، متصدرين مجموعتهم بعد فوزهم طبعا على فريق الزمالك بنتيجة 3-0. خليني بقى أنا هوندا أفكر طبعا مشاهدينا بمباراة الزمالك. يعني أنهوا الشوط الأول بنتيجة 25-19، الشوط الثاني بنتيجة 25-3، وشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-23 برضو، عشان بقى يتصدروا جدول الترتيب. ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء ويفضلوا دائما متصدرين. يعني دي مش حاجه جديده طبعا على رجال الماسترز، رجال كره الطايره بالنادي الاهلي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لسيدات كره الطايره واللي ايضا بينهوا المرحله الاولى من بطوله الدوري. هم ايضا متصدرين ترتيب المجموعه مع الزمالك، فازوا في اخر مباراه على فريق هليوبلس بنتيجه 3-0. برضو بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم. اخيرا بقى خلونا ننتقل للعبه كره السله ورجال كره السله بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه. يكون عندهم مباراه غدا ان شاء الله امام فريق المصريه للاتصالات ضمن منافسات بطوله السوبر. غدا هتكون الجوله الثانيه، يعني كانت ضربه البدايه قويه، قدروا يفوزوا على فريق طلائع الجيش بنتيجه 74-61. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ايضا يفوزوا في مباراه غدا. اما عن سيدات كره السله فايضا عندهم مباراه غدا أمام فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. أيضا كانوا فازوا في الجولة الأولى من البطولة على فريق الطيران بنتيجة 91-47. بنتمنى لهم كل التوفيق في مباراة غدا. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى خليني أنا هوندا أقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 16، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي، وفي حالة بقى الحقيقة من التفاؤل طبعا بالعام الجديد. خلوني أقول بقى لكل مشاهدينا مرة أخرى قبل ما اختم كلامي، كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا جميعا. بل الان العوده ليكي مره اخرى يا نهاوند في الاستوديو، تفضلي. يعني انا بشكرك طبعا على التغطيه الاكثر من رائعه كالعاده، يعني هنا ابو القاسم من المراسلات اللي عندنا الشاطرين جدا. وقبل ما اختم معاكي بقى، بما ان احنا موجودين دلوقتي في النادي وشايفين، يعني احنا بنتكلم الساعه لسه بدري، الساعه كام تحديدا دلوقتي؟ داخله على 11 وفي توافد بشكل كبير جدا. كلمينا برضو عن الاجواء عندك يا هنا، الناس دلوقتي الاعمار المختلفه الموجوده، ممارسه الرياضه اخبارها ايه؟ دينا فكره كده من الموقع عندك بالظبط او الفرع اللي انت فيه، اتفضلي. يعني انا وانت زي ما انت قلتي الحقيقه في توافد بشكل كبير، يمكن الاكثر بيكون من كبار السن لان اغلب طبعا الطلاب بيكونوا متواجدين في المدارس او الجامعات. يمكن كمان في حاله من النشاط، اغلب الاعضاء بيمارسوا الرياضه، يمكن بالتحديد رياضه المشي في التراك في النادي، والاعداد بتزيد على مدار اليوم. لكن بشكل عام يعني زي ما قلت في حاله من التفاؤل والطاقه الايجابيه في النادي. رائع جدا، بشكرك جدا هنا أبو القاسم على هذه التغطية، شكرا ليكي. الحاجة اللي بجد ملحوظة وهرجع أقولها تاني، لما كنا من فترة كده كنت أنا وكريم دايما نخلص الهوا ونروح تحديدا فرع النادي الأهلي بالجزيرة، يعني
ودايما كنا نلاقي فعلا كبار السن اكتر عددهم اكبر يعني من خلال التواجد، وتلاقي في ممارسه للرياضه بشكل كبير. يعني انا كنت بشوف ناس فوق السبعينات وما شاء الله، كل ما اروح الاقيهم هم نفسهم كابل معين كده ممارسه رياضه او ممارسه للرياضه بشكل دوري، دايما يتمشوا في التراك، دايما بلبس رياضي. الواحد هناك فعلا الطاقه الحلوه الموجوده مش بس الناس رايحه تاكل وتشرب وتقعد وخلاص، لا، ناس بتستمتع بالوقت كمان. ممارسه الرياضه بيبقى بشكل كبير وملحوظ عن اي نادي تاني. معرفش بقى هل ده ليه علاقه ان النادي الاهلي نادي رياضي ولا لا، بس فعلا ده ملحوظ جدا للناس اللي هي بتروح هتفهم انا بتكلم في ايه تحديدا. يعني خلينا بقى دلوقتي ننتقل لسكايب، وهيكون من خلال السكايب معانا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، وهنقرا ابرز عناوين الصحف اللي معانا. يا استاذ محمد بونجور، كل سنه وانت طيب يا رب. صباح الخير حضرتك يا استاذ الهواند، كل سنه وحضرتك طيبه، وصباح الخير على الساده المشاهدين في قناه النادي الاهلي. بص، احنا معانا اخبار كتيره، بس انا هروح معاك قبل ما نبدا اخبارنا والمنشطات اللي معانا سريعا، لان كان معانا الناقد الرياضي ادهم الشرقاوي من السعوديه، واتكلمت معاه في موضوع انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي. هو تحدث كمان عن صفقات اخرى ربما تنضم للنادي ومنها راموس على سبيل المثال. خليني اخد منك تعقيب سريع، لان ده زي ما بيتقال موضوع الساعه حاليا. شايف هذا الانتقال وهذه الصفقه للجانب السعودي ولجانب كريستيانو ازاي؟ اتفضل استاذ محمد. طبعا صفقه مهمه طبعا للكره السعوديه. نادي النصر ابرم صفقه تاريخيه، تعاقد مع كريستيانو طبعا حدث مهم كبير جدا. يعني احنا بنتكلم ان احنا يعني في تقديمه هيكون في 30,000 متفرج في ملعب مرسول بارك. كمان احنا بنتكلم على ان يعني مش هتكون الصفقه الوحيده بالنسبه لنادي النصر او الكره السعوديه. نادي الهلال بيستعد برضه لابرام صفقه تاريخيه برضه، لكن الاشاعات كتير بالنسبه للصفقه اللي هم عاوزين يبرموها. لو هنتكلم على نادي النصر بالتحديد، يعني كان في تقارير خرجت تحديدا من صحيفه فاز قالت ان في اجتماع هيكون ما بين رودي جارسيا وما بين رونالدو للحديث عن الصفقات اللي جايه. هو واضح ان صفقه رونالدو مش هتكون الصفقه الوحيده بالنسبه للفريق النصر. ده تخطيط للمستقبل، مش تفكير في يوم واحد بس او تفكير في موسم او موسمين، تفكير لتنظيم كاس عالم 2030. فبالتاكيد ان يعني الاستعدادات مش هتكون على صفقه رونالدو او تفكير في رونالدو بس. حتى ده يعني خروج تصريح رسمي من وزاره الرياضه هناك، وقالت ان احنا هندعم الانديه بقيه الانديه السعوديه، مش هنكتفي بالنصر او الهلال فقط. رائع جدا، نتمنى الافضل كمان، لان احنا محتاجين اختلاف شويه كمان. لو هنتكلم الكره العربيه تحديدا، اعتقد احنا محتاجين ثوره فعلا في هذه او هذا الامر، لان احنا شفنا احنا نقدر. يعني شفنا دلوقتي المغرب متقدمه ازاي، بنشوف السعوديه بيحصل بصراحه طفره رائعه. نتمنى في مصر كمان المستوى يبقى افضل من كده، والمنتخب بتاعنا ياخد فرص افضل من كده، لان هو يستحق. الجماهير اللي بالملايين دي كمان تستحق ان هي تفرح بمنتخبها. ما اعتقدش ان احنا عندنا مشكله في فنيات او في كوادر، لكن ما مش عارفه بصراحه الازمه فين. ده سؤال اللي احنا لسه ما لقيناهوش اجابه. يعني خلينا نروح بقى في الصحف المختلفه، ونبدا معاك استاذ محمد بين جريده الشروق. الشروق العنوان كالتالي: صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع امام برينفورد بالدوري الانجليزي. طيب بالنسبه للتوبيك ده او المانشيت ده، انا سؤالي هنا، هل بنتكلم مثلا ان ليفربول بعد فكره عودته من كاس العالم، كمان هو كان متالق جدا وحقق فوزين في الدوري، هل بتعتقد ان هو ممكن يستمر بهذا المنوال مثلا من خلال كمان الموسم الجديد؟ اتفضل. مباراه صعبه طبعا على ليفربول بالليل، خصوصا برينتفورد الموسم ده نتائجه مع كبار البريمير ليج كانت نتائج يعني مفاجاه. يعني احنا بنتكلم ان هم كسبوا مانشستر سيتي على ملعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، كسبوا مانشستر يونايتد بالاربعه. مباراه صعبه على ليفربول، برينتفورد من الفرق اللي يعني قدام الكبار بيعملوا اداء كبير جدا. برينتفورد حتى في الجوله الاخيره كسبوا ويست هام على ملعبهم. ليفربول بيعاني من اصابات كبيره جدا في سواء في خط الوسط او في الهجوم. الخيارات محدوده جدا عند يورجن كلوب، فبالتاكيد ان التفكير يعني هيكون اكيد طبعا عند ليفربول الفوز فقط، خصوصا ما فيش فرصه في التفريط في نقط جديده. احنا حتى بنتكلم ان يعني ليفربول بيحاول دلوقتي يقرب حتى ما بين الاربعه الكبار،
فوز ليفربول النهارده هيقرب من مانشستر يونايتد في المركز الرابع، خصوصا بعد تعثر توتنهام امبارح. برضو يعني في نفس الوقت في الفرق من ورا ليفربول، سواء كان تشيلسي او برينفورد حتى او برايتون او يعني بنتكلم ان في اكتر من فرقه ممكن تجيب ليفربول لو حال تعثرها. فاكيد اكيد اكيد يعني لازم هيكون على كلوب وعلى اللعيبه تفكيرهم على الفوز النهارده بس. يعني انا بتفق معاك بصراحه، وده بيزعلنا شويه، لان طبعا ليفربول له عشاق كتير جدا كمان من الوطن العربي ومصر تحديدا، ف الواحد يتمنى الافضل اكيد لهذا النادي. خلينا نروح معاك في الجول، المانشيت برضو بيتكلم او بيتحدث عن مبابي وحده لا يكفي، باريس سان جيرمان بيتجرع الهزيمة الأولى على يد ملاحقه في غياب ميسي ونيمار، وده برضو أمر شوية غريب. يعني لما هنيجي نتكلم عن باريس سان جيرمان تحديدا، طبعا هو بيجمع نجوم كتيره جدا، بس هل فكره فعلا غياب هنا ميسي، غياب نيمار، غياب الاثنين معا في نفس الوقت له تاثير كبير جدا بهذا الشكل؟ ان انت بتتكلم يعني كمان في المباراه هنا لقائه مع لانس اللي خسروا 3-1، هل كل ده بسبب غياب نيمار او بسبب غياب ميسي؟ هل فعلا من مبابي غير كافي؟ هل المفروض يكون في تدعيمات اكتر كمان لباريس سان جيرمان؟ يعني الوضع غير مفهوم شويه مع هذا النادي. وارد ان احنا لو وارد باريس او اي فريق تعرض للخساره، لو احنا هنتكلم على باريس بالتحديد يعني هتكون مشكله كبيره. لو احنا هنقول ان احنا الفرقه هتعتمد على ميسي او هتعتمد، لازم هويه الفرق الكبيره بتعتمد على اكتر من لاعب او اسلوب جماعي. طبعا امبابي طبعا يعني قوه كبيره ونقطه مهمه جدا، او يعني لعيب كبير جدا في تشكيله باريس سان جيرمان. لكن لو احنا زي ما انا ذكرت، لازم يعني يكون من هويه الفرق الكبيره اعتماد على هويه بالفريق جماعي. احنا مثلا ذكرنا يعني مثلا ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، فخساره طبعا مفاجاه. لكن بالحديث على لانس، بيقدم موسم رائع جدا لانس، يعني بيلاحق باريس سان جيرمان على صداره الدوري الفرنسي، فرق حوالي 4 نقط، ودي خساره اولى لباريس فتره الموسم الحالي. ممكن نتكلم على ان الدوري الفرنسي يعتبر ان باريس بيحسمه يعني بشكل كبير بوضع فرق الامكانيات الكبيره ما بينه وما بين بقيه الانديه الفرنسيه. لكن هنشوف الفتره اللي جايه، خصوصا ان تفكير باريس يعني الموسم الحالي بيكون اكبر واساسي هو دوري الأوروبا. انا من بدايه ومع الصفقات، انا طبعا باريس سان جيرمان من الانديه كلنا عارفين طبعا المتالقه جدا وفي الدوري الفرنسي وغيره، لكن برضو بيبقى هنا في علامات استفهام لو تتفق معايا استاذ محمد. فكره هنا هذا النادي ليس النادي النجم الاوحد، فلما انا ما عنديش نجم اوحد، انا عندي مجموعه من النجوم، فلما يغيب البعض منهم او واحد منهم او اثنين منهم ويبقى المستوى بهذا الشكل، انا مش بتكلم بس على هذه الخساره، طبعا اي نادي معرض للخساره، لكن الخساره مع اداء ما كانش ابدا جيد. يعني احنا شفنا المباراه ما كانش فيه اداء جيد ابدا، فده اللي كان عليه علامه استفهام شويه، لو حضرتك فاهم النقطه اللي بتكلم فيها. صحيح، هو يعني باريس لسه يعني بعد عوده المنافسات، كان يعني المباراه الاخيره قبل لانس يكسب قدام ستراسبورغ يعني بصعوبه، واضح ان باريس لسه الفريق برضه يعني ما رجعش لنفس المستوى اللي عليه كان قبل كاس العالم. ممكن الوضع يكون متغير شويه يعني الفتره الاخيره مع فتره قبل المونديال، هنشوف الفتره اللي جايه الشكل هيكون عامل ازاي. لكن بالنسبه لي باريس، لو هنتكلم على الدوري الفرنسي، فباريس شبه طبعًا. هو يعني دوري فرنسي، لكن يعني هو الفكره ان احنا لازم وجود مبابي، وجود نيمار، وجود ميسي، باريس زي ده لازم ينافس على دوري ابطال اوروبا. هنروح ليلا كوره، والمانشيت بيتكلم عن قبل قمه مانشستر سيتي، تشيلسي بيتعثر امام نوتنغهام فورست في الدوري الانجليزي. طيب لو احنا اتكلمنا هنا او يعني اتكلمنا بالتفصيل في كل شقه في المانشيت، هنقول مانشستر سيتي مثلا هو اتعادل، تشيلسي ايضا هنا اتعادل، طيب فكره هنا بقى الكفه ارجح لمين، او مين اللي قادر على الفوز في هذه القمه ولازم يطلق عليها اكيد قمه برضه؟ في البدايه مانشستر سيتي مع مباراه ايفرتون يعني خسر نقطتين، وكان يعتبر طبق قوسين او ادنى كسبان المباراه لولا غلطه دفاعيه وهدف ايفرتون.
مانشستر سيتي يعتبر يعني من اقوى الفرق في البريمير ليج الموسم ده. صحيح ان هو فقد نقط سهله او كانت في المتناول. لو هنتكلم على مباراه مانشستر تشيلسي، الكف طبعا اي حد هيقول بنسبه كبيره لمانشستر، لكن احنا بنتكلم على بريمير ليج، مفيش اي يعني اي توقع برضو ممكن يكون في اي مفاجاه ممكن تحصل، خصوصا ان تشيلسي الموسم ده برضو يعني لازم يعني بالنظر للامكانيات وبالنظر للصفقات الضخمه اللي اقدمتها الاداره الجديده، فالنادي تفكيره ان هو عاوز يرجع للبطولات. وبرضه بنتكلم على تشيلسي مركز ثامن، طبعا الوضع لا يليق بتشيلسي وبتاريخ تشيلسي، فاكيد تفكيرهم هم عاوزين يعدلوا الوضع وعاوزين يرجعوا على الاقل ان هم يكونوا ما بين الاربعه ويرجعوا ينافسوا على يدخلوا على منافسات دوري ابطال اوروبا. مباراه صعبه على مانشستر سيتي، خصوصا انت يعني ما فيش فرصه برضه في التفريط في اي نقط، خصوصا ان الجوله دي تعتبر جوله كانت خدمت لارسنال. لو هنتكلم على الوضع الاربعه الكبار او الاربعه الاوائل، نتكلم على ارسنال هو الوحيد المستفيد مع مانشستر يونايتد، خصوصا مع تعثر مانشستر سيتي، تعثر نيوكاسل وتعثر توتنهام. استاذ محمد همام الناقد الرياضي، انا بشكرك جدا على هذه القراءه للاخبار والمانشيتات المختلفه، شكرا لك. طيب بالسكايب ده واخبار الصحافه هتكون الفقره الاولى انتهت، هنروح فاصل ونرجع بقى عشان نتكلم بالتفاصيل كمان، خاصه عن موضوع مصر ايه الاهلي وبيراميدز وكلام كتير، وعايزين نتكلم شويه فنيات، وعايزين نتكلم احنا النهارده عايزين نخرج من المباراه بايه. هل انت عايز تخرج فعلا بنتيجه فقط ولا اداء مع نتيجه، وايه الصعوبات اللي ممكن تواجهنا، فكره هنا الحكم كمان الدولي اللي بيحكم هل ده للمصلحه ام لا، هل ممكن برده مع هذا الحكم الدولي يبقى في اخطاء تحكيميه ام لا، ما هو القادم كمان بالنسبة لملف النادي الأهلي، وهنتكلم عن صفقات كده برضو سريعة. خليكم معنا بعد الفاصل، هينضم لينا كابتن فتحي نصير. زي ما حضراتكم عارفين الأهلي خلاص هيواجه بيراميدز النهاردة، ومباراة مرتقبة جدا ومباراة صعبة، خلينا نقول الطرفين. الأهلي أكيد عايز الثلاث نقاط وعايز يحافظ كمان على الصدارة، والمنافس عايز زي ما بتقال كده المكسب أكيد، وده برضو مشروع جدا لبيراميدز. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي كنت بقول لحضراتكم، وعندنا كلام كمان كتير جدا، بس خلينا نرحب بكابتن فتحي نصير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين الدولي والإفريقي، وكل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة راس السنة وبمناسبة ان كابتن فتحي نصير كمان من مواليد 1/1، مش مهم سنة كام بس كان عيد ميلاده امبارح، صباح الفل. صباح الخير. بونجور جدا عشان حضرتك بتحب بونجور. صباح الهنا يا كابتن فتحي، يا رب تبقى سنة حلوة علينا جميعا وعلى النادي الأهلي يا رب، يا رب بإذن يا رب الله إن شاء الله بإذن الله، وعلى الكرة المصرية عموما. نتمنى ذلك. والنهاردة زي ما بيتقال كده البدايات، بداية السنة ومباراة هنبتديها الأهلي، ومباراة ليست أبدا سهلة، وعلى الصعيدين في تنافس وكل واحد عنده رغبه في الفوز، واكيد انا لو هتكلم عن النادي الاهلي انا ما عنديش رفاهيه ابدا لا خساره ولا تعادل، فانا عايز الثلاث نقاط بتوعي النهارده في المباراه. كابتن فتحي احنا بندور على الاداء مع المكسب ولا بندور على المكسب بس؟ هو عموما لو انه كل سنه طيبين وكل سنه طيبه ليكي في اول حلقه في السنه الجديده في العام الجديد، وكريم كمان ان شاء الله يعني هينضم من الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله باذن الله. شوف انا القصه النادي الاهلي، حته انه يلعب او ما يلعبش، اداء او نتيجه او كده، مفيش مباراه سهله. دي حقيقه. اي مباراه ايا كانت، ما نقولش دي مباراه صعبه، كل مباراه بتتلعب ايا كان مستوى الخصم، فالمباريات كلها صعبة إلى أن تنتهي بالفوز. نقدر نتكلم على المباراة بعد المباراة، نشوف إحنا قدمنا إيه، وصلنا لفين، رحنا إزاي، الكلام ده كله. المباراة طبعا مع فريق محترم، فريق له أداء، فريق من الفرق اللي هي مرشحة، ودائما بيراميدز من ضمن الفرق اللي هي تلاقيها في المثلث، مش هقول في المربع، لا في المثلث، يعني بيراميدز زمالك أهلي الفرق دي كلها هي اللي بتحارب او هي بتتصارع او بتتنافس على القمه. فاذا من فرق القمه. طيب النادي الاهلي، بيقولوا النادي الاهلي ان بيلعب مع الفرق الكبيره احسن ما بيلعب مع الفرق اللي هي مش مرشحه. قد يجوز، وهنقول السبب. انا نفسي اعرف السبب. السبب ان معظم الفرق اللي هي بتلعب مع النادي الاهلي تتكتل
بتلعب بطرق دفاعية و بتتكتل وبتستقتل. ما يعني... طبعا ما ده بتبقى المباراة الوحيدة للاعب أو المباراتين لأنه بيلعب أهلي مرتين، المباراة فيها اللي بيبقى فيها عرض اللاعب في عصر الاحتراف. صحيح، عرض اللاعب في عصر الاحتراف. أنت لما بتشوفي تمشي في السوق في المحلات في الباترينات بيعملوا أحسن حاجة في الباترينات مش الحاجات اللي جوه، فاللعيبه دي بتأدي أحسن أداء مع النادي الأهلي لأن مصر كلها بتتفرج يوم ما النادي الأهلي بيلعب. هتقولي مصر كلها، أقول لك سواء جمهور الأهلي أو الجمهور المنافس. صحيح، لأن كلهم عايزين يشوفوا الأهلي رايح فين وجاي منين، وبالتالي فده الفترة الوحيدة اللي هي ممكن لأي لاعب عايز يعرض نفسه في عهد وفي عصر الاحتراف اللي احنا بنقول عليه ده. كويس جدا. انا دلوقتي لو هتكلم قبل المباراه النهارده واقيم المباريات اللي فاتت، لعبت فيها كويس وفي ماتشات ما لعبتش فيها كويس، بس الحمد لله ما خسرتش، اتعادلت وكسبت. بس في نفس الوقت كان في صعوبات في الفوز، يعني مثلا اخر مباراه مع سيراميكا لما اجي اتكلم او مباراه سيراميكا، يعني هو انا ليه تعادلت مع سيراميكا؟ يعني المباراة ليه برضو ما انتهتش على طول؟ ليه ما قدرتش ان انا احرز اهداف؟ ليه كان في زي ما بتقال تضيع لبعض الفرص السهلة السهلة؟ خليني اروح مع حضرتك لده برضو كابتن فتحي، لو احنا بنعمل ده هنا ما زالت هذه النقطة عندنا فيها مشكلة، طب ما اتوقع ايه النهاردة مع بيراميدز؟ ما برضو انا عايز اطمن كجماهير، انا بتكلم هنا من وجهة نظر جماهير النادي الاهلي. كجماهير النادي الاهلي لازم شوف اللعيب او اللعيبه المدرب اللي معاهم، اي مدرب عايز يكسب، مفيش مدرب عايز يكسب المباراه، واي لاعب عايز يكسب، لكن في التوفيق. ممكن النهارده مفيش توفيق، واللي انا شايفه هل تقول لي هل التوفيق في مباراه؟ ممكن في مباراه، ممكن في فتره. التوفيق غايب عن فرقه النادي الاهلي بقاله كان 22 دي سنه، يعني الصراحه يعني هي من الكره المصريه. ما انا كنت لسه بقول ده في الانترو بصراحه، سنه وحشه يعني على الكره وعلى النادي الاهلي تحديدا. يعني على النادي الاهلي وعلى الكره المصريه عموما حاجه يعني غريبه، يعني سواء منتخبات او سواء انديه، يعني برضو نفس القصه دي. فبالتالي الواحد لازم يبص ويعرف ان الفتره دي عدم توفيق للنادي الاهلي، للاعبته، لاجهزته، مش اجهزته يعني الاداري والمدرب، لا، بتحس كده في فتره خمول وهبوط. هي بتحصل لانديه العالم كلها، بس انا لو هتكلم عني تحديدا وحاجه نطلع قيم منها ان شاء الله وتكون البدايه بيراميدز. نتمنى 2023 تبقى مختلفه على الكره وعلى النادي الاهلي اكيد، بس عشان ده يحصل لازم برضو ان انا لو عندي مشاكل احلها. النادي الاهلي بكلام كابتن مارسيل كولر تحديدا المدير الفني طبعا في المؤتمرات الصحفيه اللي بتبقى لاحقه للمباريات بيتحدث دائما عن فكره اهدار لبعض الفرص، وده بحترمه جدا في المدير الفني اللي بيطلع يتكلم عنه في مشاكل معينه. اهدار الفرص لو حصل النهارده مع بيراميدز هيبقى امر اعتقد غير مقبول تماما. من وجهه نظر حضرتك ازاي ممكن شكل المباراه يعني يكون، وفي نفس الوقت ازاي انا كفريق لو حضرتك مثلا مدير الفني انك تقضي على قصه الفرص المهدره اللي ممكن توصلنا لنتائج ثانيه خالص؟ هي نقطه برضو عاوزين نركز فيها، حته المشاكل اللي عنده هي مش مشاكل اداريه او مشاكل خاصه بالاداره او الفرقة. هل هي فنيه مثلا؟ هي حاجات فنيه للاعبين، ان اللاعبين فقدان الكره، كره القدم ما هي الا ايه؟ انك تمرر صح، تستقبل صح، تنهي صح، تفكر صح، كل ده. معنى ان انا افقد الكره، معنى ان انا بدي الكره للخصم، معنى ان انا ابذل مجهود تاني عشان استخلص الكره، لان المباراه بتتلعب بكره واحده، الكرة واحدة دي هي اللي احنا عاوزين نجيبها جول. فطول ما هي معايا الكرة مفيش خطورة عليا، يعني الخصم مش هيقدر يعمل حاجة لان هي الكرة معايا. فازاي انا احافظ على الكرة دي الى ان انهيها في المرمى؟ هنا الفقرة او حتة الضعف او حتة اللي انا شايفها في فرقة النادي الاهلي، فقدان الكرة بسهولة، بستخلصها بالحماس وبالروح وبعدين بفقدها. بتفقدها خلاص مش هتجيب جول، ما انت هتجيب جول بالكوره. معنى انك تفقد الكوره يبقى بتشكل خطوره على فرقتك
لان هم بالكوره دي ممكن زي ما بنقول المباراه بتلعب بكره واحده فقط في الملعب. فلابد الحفاظ على الكوره، يبقى الحفاظ على الاستلام، ان انا مرر صح وان انا استلم صح. مين اللي بيمرر اللاعب؟ لازم يكون عنده التركيز. مين اللي بيستقبل اللاعب؟ لازم يكون عنده الدقه والتركيز ان هو برضه يستقبل. ثم انهاء الهجمه، عدم التسرع. التسرع مش السربعه، لان في ناس لازم يكون في سرعه الاداء وليس التسرع في الاداء. فرق بين الاثنين. النادي الاهلي بيبقى نازل عايز يلعب بسرعه، عايز يلعب باداء، عايز ينهي المباراه، فبيختلط بين السرعه والتسرع. التسرع ان انا افقد الكوره، تسرع يعني ان انا بتحرك بدون فكر، السرعه ان انا بتحرك بفكر، يعني هلعب الكوره بسرعه يبقى هلعب فيها دقه، يبقى اذا ده فيها. اما انا لو ما لعبت الكوره بالتسرع فانا هفقد الكوره، لان هلعبها بنشوفها حالات التسرع من بعض اللعيبه دي كتير. كتير كتير في تسرع كتير. هل ده كان ملحوظ اكتر في سيراميكا ولا في سموحه؟ في الماتشين. في الماتشين. وعشان كده احنا الماتشين لم نوفق في احراز اهداف، لان الطبيعي ان النادي الاهلي يحرز اهداف ويسجل اهداف كتيره بكل الطرق، سواء من الكرة الثابتة، من الكرة المتحركة، من الأساليب الخططية، من المهارات الفردية. كل دي كانت بعيدة عن اللعيبة أو لاعبي النادي الأهلي في المباراتين. طيب أنا برضو لسه مش عايزة أدخل دلوقتي على بيراميدز، عايزين نحلل شوية الحالة اللي احنا فيها فنياً، وبعد كده نخش على بيراميدز عشان فيها كلام كتير. تاني هرجع وحضرتك لو نقيم حتى هذه اللحظة بالمباريات اللي اتلعبت برضو والنتائج والأداء وغيره، بتشوف برضو كابتن فتحي النادي الأهلي ماذا ينقصه علشان نرجع نقول إحنا الأهلي بتاع 2020 لو حضرتك فاكر، والثلاثية العظيمة وقبل 2020 وغيره، قبل الكبوة اللي حصلت عندنا اللي ليها أسباب كتيرة جدا، منها ضغوطات، منها تحكيم، منها الأسباب كتيرة، منها فنيات بالمناسبة. نقدرش نيجي نقول لا احنا زي الفل واحنا مظلومين، كان عندنا مشاكل فنية أيضا، لكن علشان أقول إن ده عايز أحله، تحط لي كده إيدك على النقاط معينة كابتن فتحي وتقول لي أو تقيم لي الحالة حتى هذه اللحظة. نفسي لاعيبة النادي الأهلي هم مش قليلين طبعا، ونفس صنعوا تاريخ كبير ونفس مع النادي الاهلي بالمناسبه. نفس الجيل اللي احنا بنتكلم فيه ده عملوا بطولات، سواء عملوا بطولات محليه او عملوا بطولات في قاريه او عملوا بطولات في كاس العالم للانديه. تمام. اذا عملوا بطولات، اللي بيعمل بطوله سهل يرجع لها، صح، لان هو البطوله دي بتتصنع بصعوبه عشان اوصل للقمه في اي بطوله من البطولات اللي انا قلت عليها دي، سواء البطولات المحلية أو بطولات على مستوى القارة أو البطولات كأس العالم للأندية. دي بتاخد وقت وجهد ومجهود من اللاعبين عشان يصنعوها. احنا عاوزين نرجع اللاعبين للحالة بتاعتهم اللي هم كانوا فيها الأول، وبالتالي يقدروا يصنعوا تاني. مش ممكن أطلب من حد يصنع لي حاجة وهو ما هوش فايق وهو مش رايق وهو دماغه مش مركز. وهو بدنياً موجودين الحمد لله في دلوقتي فترات من الراحة تقدر. فنيا هي دي النقطة اللي عندهم، عدم التركيز في الملعب، عدم التركيز في إتقان مهارات أو الواجبات الخططية في الملعب بالنسبة لكل لاعب في مركزه. عدم ساعات مش بقول الروح، الحماس مش عايزه يوجه، يبقى حماس بدون تركيز. انا عايز الحماس المركز، ان انا حماس ان انا استخلص الكره، حماس ان انا اشوط عشان طريقه التسديد بعد كتير قوي. الحاجات دي بتبين او بتشخص لي الفرقه كلها على بعضها ايه، ان الفرقه دي التركيز شويه عندها مش مظبوط. هتقول لي طب يعني الجانب النفسي نجيب دكتور نفسي؟ لا، هم مفيش اي حاجه، هم عاوزين هدوء، والهدوء اللي يسبق العاصفه دايما، يعني يحصل هدوء وبعدين يبقى في العاصفه. والفتره اللي فاتت على فكره كان فيها هدوء كويس، يعني احنا خدنا فتره كويسه جدا من الراحه من الاستعدادات. اعتقد كده مش زي الموسم بدايته اللي فات. بالظبط، انا عايز هدوء اللاعب في استقبال المباراه، هدوء اللاعب. حضرتك تقصد الضغط على اللاعب ما يبقاش موجود عشان يبقى فيها سلام نفسي. عايز يبقى هادي، لان كل ما انت فقدتي نقط بتحط عليك ضغوط اكتر. يعني كل الفرقه نزلت ففقدت نقط، فراح جايه الماتش التاني عايزه تعوض، فتبقى ضغوط اكتر،
فتفقد نقط فتبقى صحيح. تعود اكتر صحيح. للاسف الضغط ممكن يشكل نتيجه عكسيه تماما هو مشكل كده دي حقيقه يعني ما هو سلسله احنا عاوزين نقطعها لو اتقطعت دي خلاص اللاعب هيرجع الريكفر بتاعه مش ريكفر ان هو يريح بدنيا ريكفر نفسيا ريكفر الضغوط دي هتضيع منه هو يمكن الكامباك بتاعنا فنيا موجود يمكن الشق اللي لسه شويه هو نفسيا يعني اعتقد دي نقطه حضرتك ذكرتها مهمه جدا برضو ان احنا كنا نركز عليها على كل حال هنرجع بقى ونتكلم بعد الفاصل عن بيراميدز والتشكيل والتوقعات وهل احنا المفروض نلعب هجوم من الدقايق الاولى ولا دفاع والمتوقع كمان من بيراميدز هيكون ايه بعد الفاصل فاصل سريع ونرجع نكمل صباح الهنا مره كمان على حضراتكم سنه جميله وسعيده وناجحه علينا يا رب كلنا كابتن فتحي نكمل بقى ونخش على بيراميدز خلينا نخش على التقيل طيب عندنا الاهلي وبيراميدز النهارده ان شاء الله الساعه 7 على استاد القاهره ومباراه تاني هنرجع نقول مرتقبه وصعبه ولازم لازم الاهلي باذن الله يحصل على الثلاث نقاط باي شكل من الاشكال العب بقى كويس العب وحش اعمل اللي تعمله انا عايز الثلاث نقاط بتوعي لان احنا في فتره صعبه والارقام بتتعد وعلى الصعيد الاخر بيراميدز عايز يكسب اكيد احنا أكيد. عايزين صداره وهو عايز يكسب وبرده مشروع من وجهه نظر حضرتك كابتن فتحي النهارده اللعب بدايه هيبقى بشكل هجومي بشكل دفاعي بميكس ما بين الاثنين يعني ازاي ممكن مارسيل كولر يدير هذه المباراه عشان الفوز الاقرب والاسرع شوف اساسا اي فرقه عاوزه تكسب لازم يكون عندها سوليد ديفنس يعني هيكون عندها دفاع قوي. اي فرقه شفنا في كاس العالم شفنا المغرب وصلت لفين؟ وصلت بدفاع قوي. دفاع قوي ان انا نمره واحد ما يخش فيها جول. نمره اثنين ان انا افكر اجيب الجول الثاني. تمام. فنقول العب دفاع ولا هجومي؟ انا لا هلعب دفاع ولا هجومي، انا هلعب اللعب المعتدل بتاعي. ما هو اللعب المعتدل بتاعي؟ ان انا معايا الكوره فاصبحنا كلنا مهاجمين ويكون كل واحد فينا بما فيهم حارس المرمى او اللي مش ناوي يمسك الكوره يبقى بدانا الناحيه الهجوميه اما اجي على الدفاع اول ما نفقد الكوره اي لاعب يفقد الكوره مهاجم يفقد الكوره راس حربه يفقد الكوره وسط ملعب يفقد الكوره اصبح ال 11 لاعب كلهم مدافعين طالما الكره مش معايا اذا انا لا هلعب طريقه دفاعيه ولا هلعب طريقه هجوميه انا بلعب طريقه متزنه ما بين الدفاع والهجوم معايا الكوره يبقى لازم اهاجم بقول ليه لازم اهاجم مش هضيع وقت في فرق اللي هي بتبقى مستواها اقل او كده تقول لك لا اما انا باخد الكوره احاول استحوذ فيها اضيع وقت عشان ما يخش فيها اجوال لكن النادي الاهلي لا ده انا وانس ان انا خدت الكوره بفقد استلمت الكرة لازم أبدأ الأسلوب الخططي بتاعي الواجبات الخططية بتاعتي عشان أن أنا أكمل طريقة اللعب بتاعتي أن أنا أهاجم عشان أجيب جوال طيب فقدت الكرة يبقى أنا لازم أدافع مش معنى أن الناس يعني بيتكلموا برضو يعني في النادي الأهلي زي ما حضرتك تفضلتي أو الجمهور يقول هيلعب بطريقة إيه هيلعب بطريقه 4-1-4-1 ولا تشكيل مختلف خالص كولر هيفاجئنا بيه مثلا لو كده طب ليه احنا ما نستمدش فكرنا الكروي من مباريات كاس العالم هل تعلمي ان 32 دوله في كاس العالم 15 دوله منهم كانت بتلعب 4-3-3 4-3-3 15 دوله منهم مين؟ منهم فرنسا اللي وصلت نهائي. منهم مين؟ المغرب، منهم مين؟ كرواتيا، اللي المربع الذهبي فيه 3-4-3-3. 4-4-2 الأرجنتين كانت بتلعب اللي وصلت 4-4-2. إذا مش عاوزين نقول هل كولر يلعب ب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا 4 إيه؟ لا إحنا نسيبه يلعب بالطريقة لكن واجباته الخططية بقى واجبات كل لاعب في الطريقة اللي هو حاططها هي اللي بيتحكم فيها نجاحه أو عدم نجاحه في تنفيذ الواجبات الخططية لكل لاعب في الملعب تمام. كل لاعب في الملعب إحنا بنلعب بإيه؟ أنت عليك دور بيقول له لما الكورة تكون مع الخصم أنت دورك إيه؟ هتراقب فلان هتقرب على كده هتضغط على ده هتروح ضغط عالي لقدام هترجع لورا هتلعب زو دي واجبات خططية داخل مباراة لما الكورة بتتحرك طب لا إحنا خدنا الكورة إيه واجباتنا؟
انت اللي معاك الكوره، مين اللي هيروح لك، وانت هتتحرك ازاي، وهتبص ازاي، والباقي كله هينقل ازاي، وهنرحل عشان نوصل للهجوم ازاي. فاذا بلاقي كتير ناس بتتكلم في طريقه اللعب وخطه اللعب، سيب الكلام ده كله، وزي ما حضرتك سالت السؤال، هنلعب بطريقه دفاعيه، هنلعب بطريقه هجوميه، المهم بقى داخل الملعب ايه اللي بيحصل، ايه التنفيذ اللي هو. وبعدين وانا قلت يعني ذكرت دلوقتي ان الكلام ده مش من فراغ، لما بقول 15 دوله من ال 32 في كاس العالم اللي هي قمه الكره العالميه بيلعب 4-3، بس التنفيذ بقى واللعب على الارض، المهم التنفيذ، المهم انت ازاي تنفذ. طب كابتن فتحي لو هروح مع حضرتك برضو النقطه، يعني هل انا لا قدر الله، ها لا قدر الله لو انا خسرت النقاط بتاعتي، هل ده ممكن يكون وحش جدا ليه بعد كده؟ انا بقول بقى عندنا افريقيا ومونديال الانديه، يعني خليني اطمن خلينا نعرف لا قدر الله هنرجع نقول أنا تاني. يعني أنا عادة تعودت في كرة القدم أو في حياتي هي دي نتيجة من أحد نتائج المباراة، المباراة فوز وهزيمة وتعادل، حتة الهزيمة ما بتجيش في بالي، ما بحاولش أجيبها عليا يعني خالص، وخصوصا في النادي الأهلي يعني النادي الأهلي دي بعيدة عليه، يعني ما بتحبش السيناريوهات السيئة، خلينا نقولها الضلمة دي أنا ما يعني إن شاء الله تكون خير، وإحنا في صباح جميل وفي سنة جديدة يعني إحنا بنقول إحنا دايما بنلعب متفائلين وبنلعب في النتيجتين اللي فوق، يعني النتيجة دي يعني طبعا أنت بتقوليها كلامك صح، لأن ده في كرة القدم ثلاث نتائج في كرة القدم، هزيمة تعادل فوز، هو في الحياة عامة برضه في الحياة يعني انت في حياتك ممكن بتخسري حاجة، ممكن تكسبي حاجة، ممكن حاجة لا تكسبي فيها ولا تخسري فيها، صحيح في حياتنا العامة يعني. لكن انا شايف ان شاء الله بإذن الله دوافع الفرقة من دلوقتي، ودي بيراميدز لأنها فرقة كبيرة، فالمباراة هتطلع مباراة كبيرة ان شاء الله، والنادي الأهلي هتكون الاستفاقة بتاعته النهاردة هيديهم دافع ايه؟ الحكم المباراة، حكم نهائي كأس العالم. لسه كنت بتكلم في النقطة دي، أعتقد دي حاجة بقى عايزة ندخل بيها مطمنين، إن قصة إن أنا داخل قلقان من تحكيم أو غيره، بتهيألي النهاردة مع هذا الحكم الدولي أعتقد في اطمئنان إلى حد ما من الجانبين، هيحسس الفرقتين إنهم بيلعبوا في كأس العالم بالظبط، لا إن أنا هنلعب النهاردة كأس، ده هو بتاع نهائي كأس العالم، هو حكم قبل كده النهائي اللي كان الأهلي والزمالك بتهيألي برضو، بس النهاردة بعد هو ما عمل الإنجاز بتاع نهائي كأس العالم، فطبعاً ده هتدي اللعيبه دوافع اكتر واحساس اكتر انهم بيلعبوا كره قدم عالميه. رائع جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو توقعات، خلينا نروح شويه توقعات، مين يوصل في الدوري عندنا للمربع الذهبي؟ اكيد هتقول اهلي وزمالك، مين تاني؟ بيراميدز وفيوتشر. فيوتشر فيوتشر عامل نقله برضو، يعني فيوتشر مع الصفقات اللي احنا شاهدناها من كام شهر اللي هي كانت فريق كامل تقريبا، وعلى فكرة بالمناسبة سيراميكا نفس القصة برضو، سموحة نفس القصة برضو، كان أسوان نفس القصة برضو، يعني فرق تانية تم إعدادها زي ما بيتقال كده وإحلالها وتجديدها، وعلى فكرة ده ظهر أو نتيجته ظهرت على الأرض بشكل إيجابي، يعني كنا قلقانين من عدد الصفقات، يقول لك هل ده لصالح الفريق أو لا، لحد دلوقتي أعتقد الصفقات عاملة شغل كويس مع الأندية المختلفة. لا هي الصفقات الكتيرة تؤثر بالايجاب او تؤثر بالسلب، احنا شفناها مع بيراميدز في بدايته ما كانتش موفقه، يعني لغايه ما اللعيبه لعبوا مع بعض سنه واثنين واندمجوا حسوا بيهم، لان صحيح. كل واحد له طريقته وكل واحد له اسلوبه، اما فيوتشر فكل اللاعبين انا بسميهم جعانين كوره، يعني ايه جعانين كوره؟ كل واحد عايز يطلع اللي جواه، صح. في علي ماهر سنه مش كبير قريب منهم، حاول يعمل التوليفة وربنا وفقه انه جاب مجموعة لعيبة يلمسوا مع بعض فأصبحوا فرقة، يعني هم كأفراد أفراد، لكن لما بيجمعوا مع بعض في طريقة مع وجود المدرب مع وجود إدارة سايباه ان هو يتحرك زي ما هو عايز، فدي ادتهم الدافع ده والحماس ده، رغم ان هم من فرق مختلفة، يعني صحيح. من كل نادي، من كل زهرة بستان، يعني من كل بستان الزهرة، فهم دولت ده فيوتشر. اما بيرز فنضج دلوقتي، هم كان الاول كانوا افراد، يعني افضل من البدايه طبعا، طبعا دلوقتي بقوا فرقه، وطبعا الزمالك فرقه والاهلي فرقه.
كابتن فتحي الوقت خلص، نتمنى الافضل ان شاء الله النهارده من السيناريوهات المختلفه في المباراه. هكلم حضرتك بعد المباراه وان شاء الله المكالمه نبقى بنبارك لبعض فيها يا رب إن باذن الله. نورتنا يا كابتن فتحي، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب، ومناسبة طبعا عيد ميلادك كمان. اوكي ميرسي جدا. شكرا لك. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع مع حضراتكم عشان تبقى الفقره الطبيه الاخيره، هي اخر فقره معانا النهارده، خليكم معانا. البعض مننا ممكن ان هو يحس فجأة كده بوجع وألم في العظم بتاعه، في المفاصل بتاعته، اوقات كمان بنكون يعني او بتكون الاعراض دي خفيفة، اوقات تانية بيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا والواحد ما بيقدرش يستحمل الألم اللي بيجي منها للأسف الشديد جدا. طيب ايه الحل؟ ايه اللي هيحصل؟ ازاي ممكن ان احنا من الاول كمان يعني نتلاشى الاعراض دي واحنا ما نوصلش كمان ان احنا يبقى الحالة بتاعتنا متأخرة الى حد ما؟ خلينا نعرف كل ده، وازاي ممكن يبقى فيه كشف وعلاج كمان لو استمر وزاد الألم لفترات طويلة. عشان كده هنتكلم في كل ده واكتر كمان، واسباب كمان آلام المفاصل تحديدا وطرق الوقاية، زي ما كنت بقول لحضراتكم، مع ضيفنا دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه باكس فارما اللي منورنا حاليا. برحب بحضرتك، صباح الهنا وكل سنه وحضرتك بنجور. يعني ناجح جامد جدا كده وبتاع. اولا كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه 2023، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين، واتمنى السنه الجايه كل اللي بيتمنى حاجه يحققها وتكون خير. أمين يا رب ان شاء الله. امين يا رب. نخرج من كل سنه، انا دايما بقول الواحد يخرج مع يعني اصل كل سنه فيها الحلو والوحش، بس نخرج من كل سنه واحنا محققين انجازات، عاملين خطوات لقدام، مش محلك سر. محلك سر ده بالنسبه لي بيبقى فشل. الحاجه الحلوه نستمر فيها، الاستقرار اللي هو ما فيهوش تطوير ده بيبقى فشل بالنسبه لي. الحاجه الحلوه نستمر فيها، والحاجه الوحشه نتعلم منها عشان نخلي حاجه كويسه. كل صحه طيبه ويرزقنا بناس لطيفه بقى ان شاء الله. يخليك يا فندم. الله، اتمنى اكون انا من الناس دي ان شاء الله تعالى. دكتور بجد النهارده برضو ملف من الملفات اللي بتحضرها لنا المهمه جدا، واللي هي ما فيش بيت مصري تقريبا، لو هتكلم عن نفسنا يعني، ما فيهوش حد بيعاني من الم، حتى لو الام خفيفه في العظام في المفاصل للاسف. وكمان الاعمار المختلفه يعني مش لازم تلاقي الجده او الجده الاب او الام، ممكن بقى عادي ناس صغيرين. نبدا من اصل المشكله وليه اللي يبقى فيها كمان فكرتنا تزايد في الالم بعد كده، يعني تبدا خفيفه بعد كده تلاقي الالم بيتزايد، ونعمل ايه؟ تمام. بص حضرتك، انا هاخد مقدمه بحضرتك. عنوان الفقره بتاعتنا الوقايه خير من العلاج. حلو. حضرتك احنا مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا يبقى عندنا الالم والالم نهمل فيه فالالم يزداد وتبقى مشاكل كبيره جدا. وعلى فكره ده هو الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا، ان انا ازاي النهارده ما اوصلكش لمرحله يبقى عندك الام في العظام او الام في المفاصل وبعد كده تبتدي العلاج. طبعا بما ان كلمه بتكلم في علاج، يا سلام لو انا بشتغل معاك بحاجه وقائيه بس تبقى في صوره مكملات غذائيه، لان صوره مكملات غذائيه هنا انا بديك حاجه طبيعيه. حلو. وده الهدف الاساسي برضو من الفقره بتاعتنا. حاجات الناتشرال دايما بتبقى احنا كثقافتنا كمان نميل ليها اكتر. حضرتك لو مسكت المايك ونزلت الشارع وقلت للناس، هو انت النهارده لما بتشتكي من مرض تحب تاخد حاجه طبيعيه ولا حاجه كيميائيه؟ هيقول لك بالتاكيد حاجه طبيعيه. انا من الناس على فكره ما بحبش الادويه خالص. خلي فكره بقى، المكمل الغذائي هو مسك العصايه من النص ازاي؟ حلو. هو اداك الحاجه طبيعيه في صوره سهله انك تاخدها. تمام. حضرتك اتكلمتي في الام العظام. على فكره الام العظام في الفتره دي بتنتشر جدا، لان معروف ان الام العظام والمفاصل في الشتاء بتزيد قوي. هتلاقي الناس يقول لك على مدار السنه انا ممكن ما بشتكيش، بس لما بيخش الشتاء انا الام العظم عندي بتزيد. ده على فكره ليه تفسير علمي، لان كميه الدم اللي بتتدفق في الشتاء لما درجه الحراره بتقل، ايه اللي بيحصل؟ كميه الدم اللي بتتدفق للعظام بتقل، لان هي بتروح بيسموها المنطقه الوسطيه. المنطقه الوسطيه يعني بتروح للقلب، بتروح للكلى، بتروح للقلب، اللي هي الاعضاء اللي هي مهمه شويه. فده السبب في ان عشان كده يقول لك ايه، لما يبقى عندك الم في العظم لازم تكلفت نفسك كويس عشان تدفي الحته دي. الحاجه الثانيه، هو العظم عموما بيبقى موجود بينه سائل، السائل ده لما الحراره بتقل السائل ده بيزداد اللزوجه بتاعته فبيديك احساس اكتر بالالام. اوكي تمام. طب احنا بقى عايزين النهارده نتكلم في حاجتين، نتكلم في حاجه وقايه ونتكلم في حاجه علاجيه. بالظبط. تمام. هو في الشتاء اللي بيحصل كميه تعرض الشمس بتقل، فايه اللي بيحصل؟ فيتامين دي بيقل. تمام. ايه بقى قصه فيتامين دي؟ دايما انا بشبه فيتامين دي ده هو الاساس اللي انا ببني عليه العماره بتاعتي. بمعنى اخر ان فيتامين دي هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم، من احنا بنتكلم على حاجه تخص العظم. تمام. يبقى فيتامين دي انا لو في عندي مشكله فيه، وفي الغالب عندنا مشكله في فيتامين دي وبالذات بتزيد في الشتاء، هيبقى عندي مشكله في امتصاص وترطيب الكالسيوم حتى لو انا باخد الجرعات الكافيه بتاعتي. وده برضه ما بيحصلش ان انا باخد الجرعات الكافيه بتاعتي. عشان كده احنا النهارده بنتكلم على مكملات غذائيه بتحل لك هذه المشكله. اول مكمل غذائي عندي اللي هو مصدر لفيتامين دي اللي هو الفيتا بيكس. الفيتا بيكس ده موجود
التركيز بتاع فيتامين دي في 2000 وحده دوليه، و2000 دي لاحتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000. عشان كده احنا قلنا الفقره دي هنسميها الوقايه خير من العلاج. يعني انا مش عايزك تستنى لما يبقى عندك اعراض نقص فيتامين د او عندك مشكله في العظم عشان تاخد الفيتابكس. بقول لك لا، انت خده كحاجه وقائيه. طب لو عندك الاعراض بتاعت نقص فيتامين د، رحت عملت التحليل ولقيت عندك نقص فيتامين د، او الاعراض اللي هي معروفه بقى تخش في اكتئاب والام في العظم وعندك مشكله في الحرق فبتزيد في التخن، بقول لك النهارده يبقى تاخد فيتابكس هنا كحاجه علاجيه. لو بنتكلم في حاجه وقائيه بديك قرص واحد بعد الفطار بالتركيز 2000 وحده دوليه. لو بكلمك في حاجه علاجيه بتاخد قرصين مع بعض بعد الفطار. انا كده ظبطت لك الاساس اللي هبني عليه بعد كده. ليه؟ لان احنا بنتكلم على العظم، عظم يعني بنتكلم على كالسيوم. النهارده الكالسيوم هو ليه علاقه وطيده جدا بفيتامين د، يبقى اول مكمل غذائي عندي الفيتابكس. انا حليت لك مشكله نقص فيتامين د. طيب اللي هو عند معظم المصريين بالمناسبه عندهم مشكله في فيتامين د. انا بقول لك بقى في صوره كمان مكمل غذائي، ودي ميزه طبعا. اوكي تمام. يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكله فيتامين د، نروح على الكالسيوم. الكالسيوم هو الاساس بتاع العظم تمام. الكالسيوم المكمل الغذائي الثاني بتاعي اللي هو اسيد زيت بيكس، والكالسيوم موجود فيه في صوره كالسيوم سيتريت. وميزه الكالسيوم سيتريت ان هو ما بيأثرش ولا بيتأثر بالمعده. لان معروف معظم الكالسيوم الموجود في السوق سواء كان موجود مثلا في صوره كالسيوم كربونات، ان هو بيعمل ايه؟ لما بتاخده العيان بتاعك بيقول لك ايه؟ بس انا معدتي بتقرص عليا او ممكن يجي لي امساك. النتيجه اللي موجود في صوره الكالسيوم كربونات. انما الكالسيوم سيتريت، وعلى فكره الكالسيوم سيتريت ده هو المصرح بيه في امريكان والاوروبيان بعد سن 40 بياخدوه روتيني. اوكي. بيتاخد روتيني. يعني انا بديه لك كحاجه كمان وقائيه. انا بديك صوره الكالسيوم سيتريت، وعلى فكره من الفورمات النادره اللي موجوده في السوق انك تلاقي الكالسيوم في صوره الكالسيوم سيتريت. في التركيز بتاعه 1350 مللي جرام، بتاخد النهارده قرص واحد بعد الغداء. وبرده ما عنديش مشكله يكون عندك نقص كالسيوم او لا، لان احنا اوريدي ما بناخدش كميه الكالسيوم الكافيه مننا على مدار عمرنا. لان معروف ان الكالسيوم هو المصدر الاساسي بتاعه للالبان، وده ما بيحصلش. المفروض تاخد 3 وحدات في اليوم البان، وده ما بيحصلش. فاوريدي انت عندك مشكله كمان في الكالسيوم. يبقى انا حليت لك مشكله الفيتامين د. ده كده من غير ما الواحد يعمل تحليل عنده ونقص في الفيتامين د. عشان مكمل غذائي فانا بديه لك كوقائي، وقائي او علاجي. حضرتك اثرت قصه المفاصل، وبرده المفاصل في الشتاء بتزيد الالام فيها. عشان كده لما جينا نتكلم في المكمل الغذائي قلنا انسب وقت ننزل بيه هو وقت الشتاء، لان وقت الشتاء بتزداد الالام دي. تمام. المفصل، ولما بنتكلم على مفصل لازم نعرف يعني ايه مفصل. مفصل اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف بيسموهم مفصل. مفصل كتف، مفصل حوض، مفصل ركبه، كل دي بيسموها مفاصل. المفاصل دي اللي مسؤوله على الاربطه والغضاريف، هي اوريدي الجسم بينتج مواد هي مسؤوله عن تجديد واعاده بناء الاربطه والغضاريف. الاربطه دي او المكونات دي عباره عن جلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. طب انا بقى بديك مكمل غذائي فيه الثلاث مكونات دول، اللي الجسم على مدار السنين او على او انت بتعمل حركه غلط، عشان الشباب مثلا او الست بتشتغل في البيت بطريقه غلط، الجسم بينتج المواد دي بس مش بصوره كافيه انه يجدد الاربطه والغضاريف. عشان كده انا حطيتهم لك في صوره المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس حتى من اسمه جوينت بيكس، جوينت حاجه خاصه بالمفاصل. وعلى فكره مشكله المفاصل دي مشكله كبيره جدا، ده والامها وحش قوي. حضرتك لو انت ما اهتمتش بالمفاصل بتاعتك هنخش في قصه تاكل الغضاريف وخشونه الركبه، وممكن نخش في تغيير مفصل. طب احنا اتفقنا المفصل عظمتين بيلتقوا مع بعض عن طريق الاربطه والغضاريف. الغضاريف دي بتعمل ايه؟ مخدات بتمنع احتكاك الغضاريف ببعضيها. تمام. يبقى الغضاريف دي بتعمل ايه؟ هي مخدات بتمنع احتكاك العظم ببعض. بين الغضاريف في حاجه اسمها الهيرونيك اسيد، اللي هو السائل اللي موجود بين الغضاريف وبعضها. النهارده اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت النهارده مع مرور الزمن السائل ده بيقل، اللي هو الهيرونيك اسيد. فايه اللي بيحصل؟ الغضاريف تبتدي تتاكل. فالغضاريف لما تتاكل، وده اللي موجود عندنا على الشاشه دلوقتي، ايه اللي يحصل؟ نخش في مرحله خشونه الركبه، نروح العظم يحك ببعضه وطبعا دي الامه مبرحه جدا. بالظبط. ودي بتبقى مقدمه لتغيير المفصل. انا حليت لك كل ده عن طريق الجوينت بيكس. الجوينت بيكس فيه خمس مستحضرات، خمس مكونات، وبيعمل خمس مكونات. اول ثلاث مكونات اللي هو الجسم المفروض بينتجهم ولما بقاش ينتجهم بالكميه الكافيه، اللي هو الجلوكوزامين. على فكره تركيزه في الجوينت بيكس 500 مللي جرام، وعلى فكره احتياجات الجسم في اليوم 1500. طب حتى كده معناه ان انا باخد القدر الكافي ولا لا؟ ما هو ال 500 هقول لحضرتك ليه برضه اتحط 500. لو انا بديك حاجه وقائيه فانت بتاخد قرص واحد في اليوم ل 500، لان هو الجسم هيخليه ينتج ال 1000 التانيين.
طب لو بتاخد حاجه علاجيه بديك قرصين مع بعض، يعني بديك 1000 من الجلوكوزامين. هو الجسم بينتجهم من ايه؟ لا دي حاجات طبيعيه الجسم اوريدي بينتجها. بس انا ساعات على فكره في بعض الغذاء ويجي على راسها المنتجات البحريه بتساعد في انتاج، او على فكره عارف حضرتك النخاع اللي هو موجود في العظم ده مصدر اساسي على فكره الجلوكوزامين، بس احنا ما بناخدش الحاجات دي. فاذا انا بعمل حاجات فيزيكال او حاجات رياضيه او انشطه حركيه غلط، والحاجه الثانيه ما باخدش الغذاء اللي يخليني او يساعدني في ان انا انتج هذه الماده. فعشان كده حطيته لك في صوره المكمل الغذائي اللي هو الجودريكس. ايه الغذاء تحديدا غير المأكولات البحريه؟ ما احنا قلنا على فكره النخاع اللي هو موجود في العظم مثلا، النخاع اللي هو مثلاً من على فكره ده مصدر ده مصدر اساسي. طب والناس اللي ما بتاكلش لحمه؟ ما هو عشان كده الناس اللي ما بتاكلش لحمه بتبقى عرضه ان هو يجي لها مشاكل في الام المفاصل والعظم. بالمناسبه دول كتير برضو الوقت ده ناس كتير امتنعت عن اكل اللحوم الحمراء تحديدا. على فكره هي المشكله مش في الناس الكبيره في السن، المشكله في الناس الصغيره. هتكتشف الناس الصغيره هو بياخد الفاست فود وساب اللحوم الاساسيه فيجي لك بعد 12 يقول لك انا عندي الام في المفاصل. ما انت الام في المفاصل لان انت الغذاء بتاعك مش مظبوط. عشان كده الجوينت ميكس بيشتغل دورين، انا بدولك حاجه وقائيه، حاجه وقائيه ليه؟ ان انا بديك مكمل غذائي هو في صوره انت الجسم محتاجها بتركيزات الجسم محتاجها. انا عايز بس اكمل تركيبه الجوينت ميكس عباره عن ايه برضو. هنكمل اتفضل. الجوينت ميكس اتفقنا اللي هو عباره عن جلوكوزامين تركيز 500 ملي جرام، وفي حاجه اسمها الكوندروتون تركيز 100 ملي جرام، والهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد ده على فكره اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف. وعشان كده في ناس يقول لك ايه انا بسمع صوت طقطقه. على فكره صوت الطقطقه دي هو اول عرض في اعراض خشونه الركبه، وخلي بالك ده انت السائل عندك قل فبتبتدي تسمع صوت الطقطقه في الركبه. ما نستهونش بيها، وعلى فكره ملهاش علاقه بكبار سن او صغار سن، موجوده في كله. يبقى النهارده الجوينت بيكس عوضك باول ثلاث مكملات او اول ثلاث عناصر الجسم اصبح لا ينتجهم بالماده الكافيه. تمام؟ يبقى الجلوكوزامين والكوندروتون مسؤولين عن كفاءه الاربطه والغضاريف واعاده تركيبها. الهيرونيك اسيد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف اللي هو بيساعد في سهوله الحركه. لان عندي مشكله في العيان اللي بيشتكي من المفاصل يقول لك ايه انا حركتي مش ما بقتش مظبوطه. عشان كده هو حركتك ما بقتش مظبوطه لان الهيرونيك اسيد قل، فبالتالي حركتك بقى فيها مشكله. اوكي. طيب الجوينت ميكس ما اكتفاش بكده وبس، لان في بعض الاحيان الناس اللي بتعاني من مشكله في المفاصل بيبقى عندها ورم، فانا محتاج اديك حاجه مضاده للتورم. ده برضو البرومالين اللي هو مستخلص للناس موجود في الجوينت ميكس. يبقى الجوينت ميكس. طب والناس اللي ما عندهاش ورم ما ياثرش بشكل انا بقى لا ما ياثرش، ده خليك عشان ما يجيلكش ورم. أوكي. مش احنا اتفقنا هو وقايه الحلقه دي بعنوان الوقايه خير من العلاج؟ هي فعلا الحلقه دي وقايه خير من العلاج. الحاجه الاخيره في مكونات الجوينت بيكس اللي هو مستخلص الجنجر، هو مستخلص الزنجبيل، وده بيبقى مضاد للالام وبيحسن الدوره الدمويه في منطقه المفصل. وعشان كده احنا قلنا ان في الشتاء بتزيد الام المفصل والعظم لان كميه الدم اللي بتتدفق قليله. فانا لما اديتك الجوينت بيكس ومن ضمن مكوناته اللي هو الجنجر انا عملت ايه؟ حسنت من الدوره الدمويه في منطقه المفصل. عشان كده بنقول ان هو مكون من خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. اتفقنا ان هو الجوينت بيكس مكون من الكوندروتون والكلوكوزامين والهيرونيك اسيد ومستخلص اللي هو البرومالين هو مستخلص الاناناس ومستخلص الزنجر اللي هو مستخلص الزنجبيل. طيب كم اتفضلي. لا لا انا معاك، انا بس عشان نبسط للناس لان الحاجات المصطلحات الطبيه دي هو ممكن ما يبقاش مهتم بيها على قد ما النتيجه بتاعت المنتج الطبيه دي بس معلومه. أوكي. هو يهمه لما ياخد الجوينت ميكس بياخده ليه؟ انا بحاول بس افسر للساده المشاهدين الكلام مرتبط بالتركيبه اللي انا عندي سؤال. المكونات اللي حضرتك ذكرتها البرسنتج بتاعها او الدوز بتاعها بيختلف حسب الحاله، يعني انا ممكن اخدها كوقايه عشان بس ناكد للناس، وممكن لو المشكله موجوده ناخدها كعلاج ان احنا نزود الدوز فيها. على فكره دي ميزه في الجوينت ميكس مش موجوده في معظم الحاجات المثيله في السوق. التركيز جلوكوزامين 500 ملي جرام مش حاطط لك تركيز عالي. ليه؟ لان انت لو هتاخده كوقائي هتاخد قرص واحد في اليوم، لان انا مديك تركيز قليل. انما لو تاخده كعلاجي هديك قرصين مع بعض في اليوم. دي ميزه دي بقى بتبقى مع بريسكريبشن، يعني احنا ممكن نشتري المنتج بس لازم المنتج ده يبقى مع الارقام اللي موجوده الناس بتتصل عشان تعرف تاخد ايه، صح كده؟ اثرتي نقطه مهمه جدا الارقام. على فكره الارقام الموجوده دي ده الكول سنتر وناس متخصصه هما بيسالوه اسئله. كويس. عشان في الاخر انا بحدد لك الجرعه ايه. ايوه ده مهم. هو انا بحدد لك وقاي ولا علاج؟ على فكره ممكن برضه اقول لك انت مش محتاج،
او محتاج تاخد فيتامين دي او محتاج تاخد جوينت ميكس. يعني هي قصه خدمه احنا بنقدمها للساده المشاهدين. كويس جدا، والمنتج ممكن نحصل عليه من خلال الارقام الموجوده على الشاشه. هو تاكيدا للثقه في المنتج، المنتج موجود في بعض المستشفيات الكبرى كمان في القاهره والجيزه، فده يؤكد التراست او الثقه في المستحضر. هايل جدا. الاسعار ايه عشان برضو الناس تبقى عارفه؟ حضرتك اصلت نقطه مهمه جدا، اسعار الكرسي بتاعنا بالحاجات التانية اللي موجوده في السوق هو مور ايكونوميك قوي، يعني مور اقتصادي جدا. اقتصادي جدا. الحاجه الثانيه هو ايه المشكله اللي بيعالجها؟ ما هو انت لو ما حافظتش على المفاصل بتاعتك هتخش في خشونه ركبه وبعد كده تخش في تغيير مفصل، وما ادراكي ما تكلفه تغيير المفصل. والسوشيال ستايل بتاعك بيختلف كمان، يعني طريقه حياتك بتختلف لما بتغير المفصل. هو بس في الكورس انا شفت اهو كمان القلب مالتيفيت ده اخر حاجه عندنا في الكورس، المكمل الغذائي الشهير اللي هو على فكره هو شهرته جت ان هو من ضمن المكملات الغذائيه النادره او يمكن يكون الوحيد اللي فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها. حضرتك زمان نرجع تاني لما يبقى عندك مشكله في الشعر كنت تروح الدكتور يكتب لك زنك، لما يبقى عندك مشكله مع مريض السكر يكتب لك فيتامين بي، لما يبقى مثلا سي عندك مشكله في المناعه يكتب لك فيتامين سي. انما لما اديك قلب مالتي فيتامين 13 عنصر ده بس في القلب مالتي فيتامين، انا بديك كل حاجه بقى، بديك 13 اللي هو الجسم محتاجهم. وبتاخد طبعا قرص بعد الفطار. قرص بعد الفطار، هايل جدا. طيب احنا فاضل تقريبا دقيقه على الختام او حاجه، فلو حضرتك في اي نقطه حابب. بما ان انا بكلمك على قرص يعني بديك امبريلا، يعني بديك غطاء يحافظ لك على سلامه العظم بتاعتك، فلازم اقول الجرعه بتاعته. ايوه اتفضل. القرص بتاعنا بناخد قرص قلب مالتي فيت بعد الفطار مع قرص فيتامين د اللي هو الفيتا بيكس لو بتاخده كوقائي، انما لو عندك الاعراض بتاخد قرصين من الفيتا بيكس. بعد الغداء باخد زيت بيكس اللي هو مصدر الكالسيوم. بعد العشاء لو انت عايز تحافظ على سلامه المفاصل بتاعتك بتاخد قرص واحد جوينت بيكس، لو عندك الاعراض بتاخد قرصين بعد العشاء. هايل جدا. يعني اعتقد دكتور علاء وضح بصوره كامله كل ما يخص يعني هنا الكورس اللي احنا بنتكلم عليه. طريقه كمان التوصيل سهله جدا، ممكن من خلال الارقام اللي على الشاشه ومن خلال المكالمات او الارقام دي برضو نقدر ان احنا نعرف ايه الكورس اللي احنا يناسب الحاله بتاعتنا. وبنتكلم هنا ان هو متاح لكل الاعمار بدايه من 13 سنه، صح كده؟ بالظبط يا فندم. رائع جدا. طيب للاسف كده انا قبل ما بس عايز اقول حاجه، حضرتك قلت في المقدمه النهارده في الحلقه بتاعتك ان احنا مستنيين اسئله المشاهدين، خلينا نعمل الحلقه اللي جايه هنشوف اسئله المشاهدين ايه في خصوص حاجه تخص. بس انا من الاسئله بتاعت المشاهدين في اسئله سالتها اوريدي، يعني تمام. انا بجمع تمام. مع الاعداد وبيحطوا لنا الاسئله. الوقايه خير من العلاج. ده في كل حاجه والله. علاء بجد، وانا سعيده عليك يا رب، وعلينا جميعا ان شاء الله تبقى انطلاقه للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب. ما لسه والله الواحد عايز يختم بكده، يا رب تبقى بدايه موفقه. يعني احنا توفيق. الموسم ده بدانا بدايه حلوه جدا، افريقيا بدانا بدايه حلوه جدا، نتمنى مع سنه 2023 نبدا النهارده مباراه بيراميدز بدايه اكثر من رائعه، نحصل على الثلاث نقاط، نشوف مباراه حلوه في الاول وفي الاخر، ونيجي بكره انا وكريم، لا انا هبقى برده لوحدي، اجي بكره باذن الله واصبح لحضراتكم بالطريقه بتاعتي اللي اتعودنا عليها واللي النادي الاهلي عودنا عليها وهي صباح النصر. هنروح بقى خلاص، الحلقه خلصت، ونشوف حضراتكم باذن الله على خير بكره في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.